القينا على ال يعني المانجمنت اوف خلينا نقول الامرجنسي مانجمنت من اول محاضره الامرجنسي مانجمنت اوف فيشل تروما لقيناها اللي هي ربما انها شامل اي بي سي يعني الاي الاير واي والبي بريذنج والسيركوليشن اللي هي الامرجنسي تريتمنت اوف تروماتيك كيسز. والمحاضرة الثانية لقيناها فراكتشر ماندبلز وحكينا عنها. وهسه دا يحكي ان شاء الله المحاضرة الثالثة هي الميدل ثيرد ولا فيشال سكيلتون. لأنه الفيشال سكيلتون هو ديفايدد انتو ثري ثيرز. فيشال سكيلتون ديفايدد انتو ثري ثيرز. اللي هو الأبر ثيرد والميدل ثيرد واللور ثيرد. الأبر ثيرد formed by the frontal bone. هذا الأبر ثيرد هو formed by the frontal bone. والميدل ثيرد اللي هو يتكون mainly from الزيغوما المجزلة العفو والزيغوماتيك بون وأكو other bones. واللور ثيرد هو is formed by the mandible. اللور ثيرد is formed by the mandible. Trauma to the upper third. If a trauma happens to the upper third, if a trauma happens to the upper third, nana, يعني it has a relation to neurosurgery, لأنه the frontal bone constitutes the anterior part of the anterior cranial fossa. فأكو trauma to the من يصير trauma to the upper third. راح يصير ريليشن ويا النيوروسيرجري بين المكزيلو فيشل والنيوروسيرجري حسب الكيسز حسب الكيس وحسب السيفيرتي اوف ذا كيس. الميدل ثيرد واللور ثيرد يعني تقريبا هي بيورلي مكزيلو فيشل. اوكي فهنا مثل ما يقول مثل ما قال الابر ثيرد از فورم باي ذا فرونتال بون والميدل ثيرد من الفرونتال بون للأبر تيث من الفرونتال بون للأبر ليفل اوف اكلوجن اللي هو الأبر تيث واللور ثيرد قلنا هو المندبل. فدا يعدد البونز هنا ذات كونستيوت ذا ميدل ثيرد هنا دا يعدد البونز which form البونز which form the middle third. Okay. طبعا two maxilla, two nasal bones, two zygomatic bones, palatine bones, inferior conche, مال النوز, والإثموئيد طبعا, الفومر بون والسفينويد بون. طبعا مو كل السفينويد بون هو بارت من السفينويد بون لان السفينويد بون ايضا يمتد للميدل كرانيال فوسا فمو كله يعني بارت من السفينويد بون اللي هو شنو يعني هو السفينويد which part of the sphenoid bone الوينز يمكن صحيح يعني هو مو كل الوينز اللسر وينز والجريتر وينز هذول يكونون بارت اوف ذا فلور of the orbit صحيح بالضبط. وبعد اكو تيليغويد بليتس تيليغويد بليتس تصير هاي بوستيريور للمكزيلا تيليغويد بليتس بوستيريور للمكزيلا هسه مثل ما راح نشوف تمر بيها الليفورت لاينز اللي هي الكلاسيفيكيشن مال الفراكشرز يسموها الليفورت فراكشرز سامعين بيها لو سامعين هسه راح تجيكم الليفورت فراكشرز زين طبعا هسه مثل ما as mentioned previously the bones of the middle third هي دائما في delicate bones رقيقة وإسا يعني دائما described as eggshell bones يعني eggshell bones يعني مثل قشر البيض شايفين قشر البيض described as eggshell bones delicate bones رقيقة ليش أكو سبب إنه الله سبحانه وتعالى خلق delicate bones و eggshell bones the bones of the middle third ليش؟ so that the middle third acts as it has a cushioning action mentioned previously يعني حتى يشتغل كمان صح
يعني ممتص للصدمات. واحدة من الوظائف, one of the functions of the middle third, one of the functions of the middle third is that it has a cushioning action, يمتص الصدمات. منتج الصدمة ما ينقلها الفورس, وإنما هو يمتصها فصير بفراكتشرز. ليش يمتصها؟ to protect the cranium, حتى يحمي الكرانيوم. يعني من يتعرض الصدمة للميدل ثيرد, منتج تروما على الميدل ثيرد, الفورس would not be transmitted to the cranium, ما تنتقل للكرانيوم والبرين. هو الميدل ثيرد يمتصها, absorbs the force. How it absorbs the force? By its structure. Its structure, which is delicate bones, eggshell bones. يمتص الصدمة فرأسا يتكسر, فالفورس would not be transmitted to the cranium. Would not be transmitted to the cranium. إنزين. هذا هو يعني فد مقدمة على الميدل ثيرد. هنا طبعا هنا بهاي الفقره, هاي الفقره يقول مثل ما قلنا انه الميدل ثيرد هو soft bones او delicate bones, لكن بي areas of bone thickening, اكو areas of bone thickening مو كله delicate, اكو areas of bone thickening. هاي areas of bone thickening transmits chewing forces, تنقل and chewing forces on mastication, the supporting regions of the skull. The supporting region of the skull. شنو هي هذه ال thickening, the areas of thickening, يسموها البطرسز. يسموها البطرسز. عندنا عدة بطرسز, اكو زيغوماتيكو ماكسيلاري بطرس اللي هي اليونيون مال الزيغوما والماكسيلا, ليزو ماكسيلاري بطرس ايضا, تريجو ماكسيلاري بطرس, واكو رينز السوبرا اوربيتال رم والانفرا اوربيتال رم ايضا areas of thick bone, حتى هاي فهم في الميكانيزم اللي to protect the orbit. وعندنا الزيغوماتيك ارش ايضا هو فد area of bone thickening. يعني تقدر نقدر نقول هاي الاريز of bone thickening من يجون اكو مثلا بعض الامور من يعيدون تكوين الفيس, سواء سيرجيكالي أو باي كمبيوتر, من يسوون 3D printer مثلا يعيدون تكوين الفيس. أول ما يحددون يسموها نقاط ارتكاز بالفيس. شنو هي نقاط ارتكاز بالفيس؟ اللي هي area of bone thickening. أول ما يحددون, وحتى بالتروما يعني من تجي كيس التروما سيفير تروما يعني وجهه مفلش ما باطل شيء, او فد يسموها بان فيشل فراكشرز, المصطلح بان فيشل فراكشرز يعني عدة عظام, يعني اي يعني فد فراكشرات وشامله, هواي فراكشرات بالفيس, يعني ما تعرف من مين تبدون وش تصلحون مين تبدون وش تصلحون. فاول ما يبدون بالنقاط الارتكاز بالفيس يسموها اللي هي اريا اوف بون ثيكنينج. يعني اول ما اذا مثلا يصلحون البطرسس اذا فراكتشر يعيدون الريدكشن مالتها والفيكسيشن, يبدون بالبطرسس, يبدون بالنوز ايضا هو في نقطه ارتكاز بالفيس النيزو ماكسيلا البطرس, ويبدون بالرمز يثبتون اول مره هذه النقاط, وعلى ضوها يبدون يثبتون باقي الفراكتشرز. هذه بالسيفير تروما بس بدي توصلكم فكره انه شنو هاي الاريا of bone thickening اللي تعتبر نقاط ارتكاز بالفيس. زين مثل هنا مثل ما دا يقول, has a cushion action, يعني دا يقول absorbing the forces directed to the cranium حتى to protect the brain. هو هذا فد مبدأ بسيط لازم تفهمون, has a cushioning action to protect, cushioning action absorbs the force so that the force would not be transmitted to the cranium. هاي نقطة. إنزين. لا أنا أظن هذا سهل. مصاحبة. لا فوق.
هسه يبدي بالليفورت كلاسيفيكيشن. ليفورت كلاسيفيكيشن هسه هذه المقدمة أرجو أن تكون واضحة إن شاء الله. حد قسمنا الفيس قسمنا الفيس للا أبر وميدل ولور ثيرز، وقلنا الفيشل سكيل الميدل ثيرد هو البونز ما تعرفناها، وعرفنا طبيعة البونز أو الميدل ثيرد، وقلنا أكو فد أريز أو بون ثيكنينج هاي مهمة يعني تعتبر نقاط ارتكاز بالبون بالفيس، ونفس الوقت تحمي أيضا هي نقاط ارتكاز وتنقل تشون فورسز للأريز أو سبورتينج، وبنفس الوقت هي تعتبر أسس يعني في الأساس للميدل ثيرد. الليفورت كلاسيفيكيشن هذا فد ساينتست فد عالم اسمه ليفورت، يعني فد عالم اسمه ليفورت قسم يعني سوى كلاسيفيكيشن للفراكشرز أو الميدل ثيرد، للفراكشرز أو الميدل ثيرد. طبعا شلون سواها، شلون سوى هاي الكلاسيفيكيشن يعني شلون سوى؟ جاب كاديفرز يعني جثث، جاب كاديفرز جثث فد عدد يعني عدد كبير يعني طبعا بموافقة رسمية مو من كيف يعني مو من كيف اشتغل فرق مو طلع ايه الموافقة رسمية، وقام يضربها يضرب الفيسز مالتها بشتى الدايركشنز وشتى الضربات وشتى السيفيريتي، وبعدين درسها فشاف مينلي هي طبعا هي بالحقيقة انفاكت هاي الليفورت فراكشرز هذا هفت شي نظري، هي تجي كومبينيشن اوف فراكشرز يعني تجي أحيانا ليفورت كومباين ليفورت 1 كومباين ليفورت 2، بس هو ثيوريتيكالي خلينا نقول نظريا قسمها إلى ثلاث أقسام، ثلاث أنواع ليفورت 1 و 2 و 3 ليفورت 1 و 2 و 3 اللي هو اعتماده depending on the level of a fracture level of fracture بسهولة هاي تقروها هم الدخول بها إنه line of fracture يمتد منا ويفوت منا ويطلع منا، بس اشرح لكم اياها ببساطه سمبلي. ليفورت 1 يسموه دنشر فراكشر يعني شنو دنشر فراكشر؟ مال البون يعني الحمل الالي بالمكزله، عفوا بالضبط. هو طبعا هاي كلها بالمكزله بالميدل ثيرد. ليفورت 1 يسموه دنشر فراكشر يعني كانه بيس من المكزله تي ليفل اوف فراكشر يمتد على امتداد الدنشر، تفهمون شلون؟ يعني piece of كأنه دنشر يوقع من حلمه. نشرح ما يخالف. ليفورت 1 يسموه low level fracture also يسموه low level يعني fracture لان يمتد above the apices of the teeth of the teeth roots above the apices يمتد above the apices above the apices of the teeth roots من one side to the other side. يقول alveolar bone دكتور نفسه يعني أكثر من alveolar bone أكثر من alveolar bone أعلى بعد. إيش ما تقولش ضابة توقع كل هاي السايدين؟ نعم ما تقولش ضابة توقع السايدين؟ لا أكو إلا ذا منه أكو أكو هواي أكو هواي وفي الضربة مو قوية مو شرط قوية سايدين لو بس سايد واحد ممكن أحيانا سايد واحد أحيانا سايدين واحد بس الموس كمان سايدين كل هالبيس توقع البيس كلها توقع هواي هذا كمل يعني يعني مو فد شي رير لا اكو هواي يعني دولة وين تلقاهم هم فد شي هل بوكسر لا هذا يسموها فول فروم هايت اي فول فروم هايت يجونا هواي كان بالمستشفى قطيع منو يجونا عمو هذا الكهرباء عمال الوايرات مال السحب يعني معدل بالاسبوع دولة ما كل يشدون هواير وهذا من ضيمة شوف الله شلون يعني سبحانه وتعالى مو بس يوقع هو ليش يوقع؟ ينتج ويوقع يعني شوف الله شلون خطير سبحانه وتعالى هو ليش يوقع؟ صاعد على الدرج يعني ينتج اذا ما مات بالنتله يموت بالوقت يوقع على وجهه المسكين فيجيبونا كانوا معدل بالاسبوع واحد يعني هذه المستشفيات اللي ما عليها لود بالمناطق اللي ما عليها لود يعني
لأنه وايد هسه شائع هاي مال السحب والمسح. المهم فمثل ما قلنا above the apices of the teeth roots يعني above the apices فوق ال apices of the teeth roots involves طبعا هذا الفراكتشر occurs at the level of the piriform aperture يعني النيزل فلور إذا شايفيها ويا النيزل فلور انت تقريبا ويا النيزل فلور والانتيرا involves الانتيرا واللاترال walls of maxillary sinuses واللاترال نيزل walls ايضا يعني هو مو بس مو الفيولر اعلى من الالفيولر فيمتد لللاترال نيزل walls يعني يجي منا هذا يمتد اللاترال والانتيرال ماكسيلاري sinuses walls of the sinus وبعدين اللاترال lateral walls of the lateral nasal walls والتريجولي بليس التريجولي بليس اللي حكينا عليها وهذا اذا عندكم سكال همينه تصور يعني تشوفوها على سكال ارسم لكم اياها او ترسمون او تشوفون رسم مثلا بالكتاب تشوفوها كلش واضحه هذا هو اللي فورت 1 ليفور 2 يسموه pyramidal or subzygomatic fracture يعني يمتد منا فهذا طبعا شلون الليفور 2 تفحصوه تلزمون البيث الانتيريور تيث لا فوق وجوا تحركوها وتثبتون ايدكم وتخلوها هنا على النيزابو اللي هي قلنا النيزو ماكسيلاري بطرس هاي المنطقة تلزموها وتلزمون الانتيريور تي وتحركوه فتشوفون هذه ثابته ماكو موشن بس هنا اكو موبيلتي هذا اللي فورت 1 وايضا بالاكس راي يبين اللي فورت 2 يمتد الفراكشر يسموه بيراميدال فراكشر يمتد للنيزو ماكسيلاري بطرس يعني اللان فراكشر راح يصير منا وهيج يعني ينزل من فوق ويكمل لفورت 1 ينزل منا بيراميد مثلث وبعدين يكمل لفورت 1 بس الزايغوما الزايغوما يبقى انتاكت يعني الزايغوماتيك مون يبقى انتاكت جوا الزايغوما من النيزوماكسيلاري باتراس وينزل لجوا ويكمل نفس الليفل اوف لفورت 1 فمن تسوون تلزمون ايدكم على النيزوماكسيلاري باتراس وتحركوه وتشوفون هاي البيس كلها تتحرك تشوفون اكو موبيلتي ايضا جوا ايدكم هذا اللي فور 2 قلنا بيراميدال اور سب زايغوماتيك فراكشر النيزو فرونتال سوتشر هذا النيزو فرونتال سوتشر هنا يعني هذا السوتشر يعني منطقه الجلابيلا هاي اي بالضبط هاي المنطقه النيزو فرونتال سوتشر السوتشر بين النيزل بون والفرونتال بون راح يطلق يعني ينفصل فمن تلزمون ايدكم وتحركوا تشوفون اكو حركه هنا النيزو فرونتال سوتشر والنيزو بون واللاكريمال بونز والانفرا اوربيتال من ذا ريجن اوف زايغوم ماكسيلاري سوتشر زين يعني هذا مثل بيش التكنيكات من شرح قلت لكم الا تشوفوها يلا تفتهموها هاي يعني تقروها شوي تواجهون صعوبه بس اذا تشوفوها على سكال مثلا تجيبوا لي نموذج مال سكال ارسم لكم اياها او تشوفوها بصوره بالكتاب راح تشوفوها واضحه جدا واكو اللي 43 اللي 43 يسموه كرانيو فيشل ديسجنكشن هذا شويه رير يعني الفيس كله ديتاشت ينفصل الفيس كله ديتاشت فهذا اللي هو الزايغوماتيكو فرونتال سوتشر هناك قلنا النيزو فرونتال سوتشر will be detached هذا النيزو فرونتال سوتشر detached بال 43 اضافه الى الزايغوماتيكو فرونتال سوتشر منا الزايغوماتيكو فرونتال سوتشر detached كله زين يبدي قلنا مثل ما قلنا يبدي بالفرونتال نيزال سوتشر ورانز ثرو الفرونتال ماكسيلاري سوتشر لاكريمال بون بعدين اثمويد بون اند تورز ذا اوبتيك فورامن تو ريتش الانفيرير اوربيتال فيشر يعني يمتد منا كل هذه انفولد باي ذا فراكشر لاين
الانفيريو زيجوماتيك الفرونتو زيجوماتيك سوتشر مثل ما قلنا one line passes through around the frontal zygomatic suture to separate the zygomatic bone from the frontal bone. يعني zygoma will be involved by this fracture. Will be involved by this fracture. هذا أهم نقطة. يعني أهم نقطة قد تجيكم الأسئلة إذا أمسك يوم مثلاً. أنه بالليفورت 2 fracture. Zygoma involved or not? لا بالليفورت 2. أربعة ثلاثة. بالفورت مثلاً يقول لك الزيجوما انفولد. True or false؟ بالفورت false. مثلاً يجيكم سؤال لا بالفورت ثري إذا أمس كيو. يعدد لك شنو يعني انفولد. أهم شيء هو الفرونت زيجوماتيك سوتشر. انفولد or not بالفورت ثري. الثاني والثالث هم. لا بالفورت ثري. الفرونت الفرونت زيجوماتيك سوتشر. انفولد. مو النيزور. مو الفرونت النيزور. زيجوماتيك بس بتري. عفوا. فهاي تنتبهوا هاي تجيكم بالام سي كيو. يعني هاي نقطة مهمة. تعتبر أهم شيء هي الفرونتو تركزون على النيزو فرونتال سوتشر. يعني انفولد اريا. عفوا. هي اكو هواية انفولد اريا من ضمنها. بس هاي مهمة جدا يعني على ضوءها راح تعتمد المانجمنت للتريتمنت. راح نحكيها لاحقا. على ضوءها راح تعتمد المانجمنت. فباللي فورتو هو النيزو وفرونتال سوتشر انفولد. يسمو self-zygomatic suture the zygoma remains intact بينما بالفورت 3 اللي frontal zygomatic suture العفو النيزو frontal suture بالإضافة إلى الزيجوماتيك frontal suture واضحة؟ هاي نقطة مهمة يعني تنتبهوا لها زين the clinical features clinical features طبعا اكو مال clinical features مال ليفورت 1 مال ليفورت 2 ليفورت 3 هم نرجع نقول اهم شيء بال اهم clinical feature كلهم ثلاثه شنو اهم نقطه واللي بنفسها قلناها بالمندبل اذا تذكر شنو لا clinical feature اهم نقطه من clinical feature سواء بالمندبلر fractures او بالليفورت fractures ثلاثه هو يصير disturbed occlusion صحيح بالليفورت يقول لك المريض تسأل الأول سؤال أنت من يجيك مريض شاك عنده فراكشر طبعا تفحصه وتسأل أسئلة أهم سؤال تسأله تقول له طبقة حقك متغيرة رأسا إذا عنده فراكشر رأسا يقول لك إيه أحس طبقة حلي متغيرة صار عندي علو منه علو منه حسب الفراكشر اللي هي مال إكلوجن أو ديسترب فراكشرز ديسترب إكلوجن هاي النقطة الثالثة هاي يصير بثلاثتهم بالليفورت 1 والليفورت 2 والليفورت 3 وحتى بالمانديبولار فراكشرز زين هنا بدي اشرح العفو شلون الساوند اكزامينيشن قلنا ال الثام الابهام وهذا الفنجا الثام تقريبا تخلوه على البلد سبورت البلت وهذا الابهام اللي ما اعرف يسمونه سبارة بالانجليزي مسيف اسمه يعني يمكن اندكس اي على انتيريور تيث الابر انتيريور تيث وسوون جراسبنج وتحكوها مثل ما قلنا هاي طريقة الموضوع الاكزامينيشن زين فقلنا اول نقطة يقول مال اكلوجن اللي هو يعني شنو ديسترب اكلوجن ديسترب اكلوجن زين هايبوستيزيا يعني مثل النمس البسيط مثل الباراستيزيا بالانفرا اوربيتال نيرف بس هذه بالليفورت 1 مو بسبب الفراكشر لاين وانما بسبب الاديما يعني الفراكشر لاين ما يمتد لفوق يقول بسبب شنو؟ الاديما باليتال اكيموسيس بالباليت تشوفون اكيموسيس ويسموه غورن ساين و اكيموسيس و تندرنس بالزيجوماتيك بطرس اريا هاي المنطقة اللي هو الفراكشر لاين يكون يمر جواها الفراكشر لاين يمر جوا الزيجوماتيك بطرس اريا صحيح فتمد ايدك بالفستبيول بالأبر فستبيول تسوي بالبيشن بالبوكال فستبيول تسوي بالبيشن تضغط شوية يقول لك عندي وجع زيجوماتيك يعني تندرنس بالزيجوماتيك بطرس اريا
وراك وكراك سبوت بيركشن يعني من يسوون الابر انتيريور تيث تشوفون فد كراك سبوت يعني طق طقين تشق تشق احنا نسميه بالعامي تشق تشق من يسوون بيركشن للابر انتيريور تيث وفراكتشر كاسبس اوف ذا تيث نتيجه للتروما يعني من كاسبس اوف ذا تيث ميبي فراكتشر اللي فور تو فراكتشرز احنا شلون بدنا نفحص خلوني لكم على المنطقه مال النيز النيزو فرونتال سوتشر ونفسها من جوا نفس اللزمه وتسوون موبيليتي اب اور داون فاذا حسيتوا موفمنت بهاي المنطقه اللي هي النيزو فرونتال سوتشر معناته هذا اللي فور تو ايضا نشوف هنا اهم هنا فد من يوصل يصعد الفراكتشر لفوق أبورز قريب الأوربت راح يصير عندنا تو ساينز مهمة اللي هي السيركم أوربيتال كيموسيس دائما دار عينه السيركم أوربيتال كيموسيس إذا ما واحد مضروب على عينه بوس ماكو عينه بزورك وسب كونجكتايفال هيمورج سب كونجكتايفال هيمورج يعني داخل العين اللي هي بالضبط يوم الكونجكتابة يتجمع بلاد يصير سب كونجكتابة الهيمورج هاي فهي نقطة مهمة أزين وقد تشوفون هنا ستب ديفورمتي يعني بالإنفيرير أوربيتال رن بالإنفرا أوربيتال رن تفحصوها بس هي قلنا سب كونجكتابة الهيمورج وسيركم أوربيتال كيموسيز هاي فهي نقطتين مهمة يسموها شنو؟ باندا ايز مثل عيون الباندا باندا ايز زين هنا هم نرجع مرة ثانية نرجع على هاي النقطة المهمة اللي هي السي اس اف ليك سيريبرو سباينال فلويد ليك مي اكر يعني مو اولويز مي اكر وفروم ذا نوز فيسموه راينوريا مي اكر from the nose شي يسموها راينوريا ليش CSF leak cerebrospinal fluid leakage لأنه صار due to dural tear يعني الديورا إذا شوية تروما قوية صار dural tear هاي نقطة مهمة جدا CSF leak لأنه it will be a dangerous condition need special precautions إزاي أول شيء بس يعني شنو هي السبيشال بريكوشنز؟ إذا أكو CSF ليك هذا الحالة نيد سبيشال بريكوشن يعني تحتاج يعني فد حذر وانتباه أول نقطة شنو إنه it should be diagnosed as a CSF leak يعني تتأكدون إنه CSF leak هاي بعدين يعني. يعني شوف هو بلونه مكوناته راح نعرفه لو شنو. لا أكو تيست. بلاد لو شنو يعني. هو يطلع ويا طبعاً ميكس وذا بلاد. آه. يطلع ينزل من خشمة. ميكس وذا بلاد. فأنتوا لازم يعني تشكون إذا شكيتوا إنه هذا سي إس إف ليك. لازم تتأكدون أول شيء مرة تتأكدون إنه 100% هذا سي إس إف. أكو تيست تسووها. إذا تأكدتوا إنه هذا سي إس إف ليك. اكو اجراءات معينه ايضا تتبعوها هذا موضوع كبير يعني والسي اس اف ليك انه التريتمنت مالته كونزرفاتيف او سيرجيكال هو مينلي كونزرفاتيف واكو بعض الاجراءات المهمه انه تريتمنت توصفوا له تربل انتي بايوتيك ريجيم وبعدين بعض الدراجز اللي تقلل البرودكشن اوف سي اس اف ليك والمريض انه 45 ديجري كل هاللي احنا ليش نخاف من السي اس اف ليك والفلود مالت المريض. اي ليش يعني شو يصير؟ اذا يستمر يعني بالدسشارج مالته؟ اي. ديد البيشن. لا اي ليش ديد يعني شلون يصير يموت؟ خاف من المننجايتس. خاف من المننجايتس. Ascending meningitis. Ascending infection. يعني تصعد من المكان اوف فراكتشر تصعد للبرين فيسموه Ascending meningitis. طبعا المننجايتس دينجرس كونديشن. هو هذا اللي خوفنا من السي اس اف ليك فلذلك نعطي تربل انتي بايوتيك المهم هذا هو السي اس اف ليك اللي هو ما يأكر بالليفور 2 وكذلك ما يأكر بالليفور 3 وبعض اكو ايضا
ساينز اخرى. epistaxis is common يعني نزيف النوز. اذا صار يعني impaction of maxilla يعني المجزله توقع. و tenderness over the nasal bridge هاي المنطقة. وأيضا hypostasis هنا أنا common الانفرا اوربيتال نيرف may be affected بالليفورت 2 بالليفورت 3 بالليفورت 1 قلنا due to the edema. هنا أنا لا due to direct trauma بالليفورت 2 و 3 hypostasis يعني ضعف شعور النيرف يعني function مال النيرف طبعا هو ما يصير باراستيزيا نمنس يعني تسيل للمرض عندك خدر هنا بهاي المنطقة خدر يقول لك يعني عندي خدر هاي من فد ساينز مهمة هنا وكذلك المال اكلوجن هاي نرجع نقولها كل انواع الفراكشرات يصير مال اكلوجن يصير اذا صار المجزلة اذا وقعت لي ورا فش راح يصير يعني المجزلة توقع بالضبط gagging of posterior teeth يعني posterior teeth تطبق وتوقع المجزلة توقع posterior teeth فصار anterior open bite و gagging of posterior teeth يعني posterior teeth تطبق و anterior open bite الأسنان الأمامية ما تطبق فهذا أيضا فد مهم وكذلك cracked pot sound نفس الشيء هاي تشخشق من السون percussion difficulty طبعا in opening the mouth and mastication وهذه possible diplopia بس هذه rare diplopia هسه اقول لك شنو diplopia يعني هذه الا اذا the floor of the orbit involved مو احنا قلنا الان يمتد باللي 43 هو بالحقيقه يمتد بال floor of the orbit inferior orbital fissure المهم اذا صارت يعني involved the floor of the orbit floor of the orbit if it is involved in the fracture يعني إذا صار عندنا orbital floor a fracture the possibility of diplopia or anathalmos شو الديبلوبيا؟ ديبلوبيا يعني double vision يعني المريض أكو تست خاص مع الديبلوبيا تجيب له مثلا هذا القلم يثبت رأسه بس يحرك عيونه ما يحرك رأسه بس عيونه وتمشي القلم في على four gazes يسموها يعني في أربع زوايا فإذا في زاوية معينة شاف القلم الواحد شاف اثنين في زاوية معينة القلم خاصة يصير ميلي بالinferior gaze يسموها down gaze يشوف القلم الواحد يشوف اثنين أو يغوش أو يشوف خياله فهي يسموه diplopia diplopia يعني double vision ليش يصير double vision يعني extraocular muscle سراكيل المصل زي العضلات لتحرك العين واحدة منهم هو بتحشر انترات يعني تحشر بالفراكشر لاين تحشر بالكسر فهي الايز اوف موبيليتي سيمتريكال يعني حركات العينين يتحركون سيمتريكال تناسب نفس الحركة فمن تصير واحدة انترابمنت ما راح يتحركون نفس الحركة تحشر متشلبة العضلة متشلبة وواحدة راح تتحرك اكثر من الاخرى فصير double vision هذا هي مبدأ الديبلوبيا الانوثالماس انه الفلور of the orbit مكسورة تخسف العين يعني العين الطبط الاي وول طب من الجو يسموه انوثالماس تبين بالكلينيكال اكزامينيشن شوف عينه طبيعي والعين الثاني فايتل وتشينج بالاوكيلر ليفل كذلك يعني البيوبولر ليفل يعني عالي ولا نص واحدة انصر من الاخر هذه يعني سانز هواية هذه يسموها الانوثالماس اوكي هذا النوثالمس والديبلوبيا قلنا هي الدبل فيجن زين وهذا لي 43 اللي قلنا الفراكشر يمتد للزايغوماتيكو فرونتال سوتشر فالفيس كله تحسه حركه يعني من تحرك الفيزم هذا تخلي ايدك هنا تحس حركه وتخلي ايدك هنا ايضا تحس حركات يعني حركة هنا أيضا الفيس كله يتحرك أيضا يسموه ديش فيس يعني الوجه يصير مثل ما هو كله يطلع
طبعاً هذا أيضاً facial edema شوية not so severe لأنه هذا the most severe type of fracture. كذلك نفس الشيء subconjunctival hemorrhage or subcomorbital ecchymosis. I believe for 2-3 subconjunctival hemorrhage يعني عين الصليبية يتجمع collection of blood يعني بالبياضة بالبياضة مال العين بالكورنيا فتبسط فقطعة حمراء السن يعني هي من شوفه تخافون بس هو ماكو شيء يعني ماكو شيء بالآل مجرد بلاد يتسرب من ال تيرث بريوستيوم من البريوستيوم المتمزق نتيجة الفراكتشر يتجمع بالكورنيا أوف ذا آي وفالنقاط يعني لكم أنه يكون برايت ريد يعني ساطع فاقع أحمر مو طخ برايت ريد ومن تفحصون يعني الانجل اوف ذا اي او الكورنر اوف ذا اي ما تشوفون اكو ليمت للبليدنج لانه هو جاي من البون شلون هاي هي ساينز مال سبكونجكتيفال هيموريج اللي نتيجه الفراكشر اما ليش يكون برايت ريد اكثر يختلط ويا الكيري يمكن هيك لا مو يختلط كثير لان الكورنيا يصير بدايركت اوكسجينيشن وذ اير direct oxygenation with air direct oxygenation with air then the cornea ما بيها barrier للأكسجين cornea فالأكسجين يفوت بالكورنيا ويسوي direct oxygenation فدائما يصير يعني كأنه arterial blood دائما هو arterial arterial blood شلون يكون bright red يعني oxygenated blood صحيح ال venous blood شلون يكون dark هذا دائما dark دائما bright red لأنه ليس دايركت أخاف تنسألون أخاف يجيكم سؤال ليش برايت ريد دائما لأنه دايركت أكسجينيشن والأتموسفير وكذلك أيضا يصير يعني هنا باللي 43 تزداد البوسيبلتي أوف سي إس إف ليكيج لأنه مور سيفير فراكشر أمثل ما قلت لكم أن البحث مالتي بالبورد هو تشانس سي إس إف ليك ايدنتيفيكيشن أوف سي إس إف ليكيج بالمكسيلوفيشال تروما باي بيتا 2 ترانسفيرين انزيم تيست زين ونفس الشيء ايضا كراك سبوت ساوند هاي باللي 43 هي اكو هسه شوف حتى اسالكم اياها اكو نقاط مشتركه باللي فورتات ثلاثتهم اللي هو المال كلوجن صحيح مشتركه بثلاثتهم اللي هو الكراك سبوت ساوند زين مشتركه بين يعني الهايبوثيزيا اي بس نيجا باللي 41 اللي هو قلنا نتيجه القديمه بال 2 وال 3 هو نتيجه زين اكو مشتركه بين ال 2 وال 3 اللي هي الاثنيناتهم جاجنج اوف بوستيرا تيث وانتيرا اوف اللايت هاي مهمه واثنيناتهم بيهم subconjunctival hemorrhage and subcomorbital ecchymosis. واثنين اتهم بيهم hyposthesia due to direct trauma. واثنين اتهم بيهم CSF leak. شوفها مشتركة يعني. فهي ان شاء الله سهلة. نادي يحكي عن detection of CSF rhinorrhea يعني شلون detection of CSF rhinorrhea. هاي هي احكي لكم اياها بشغلتين مهمة. أشوف هنا قايل بيتا 2 ترانسفيرين تيستينج ذا ديسشارج فور بيتا 2 ترانسفيرين هو هذا السبيسيفيك تيست اليكتروفوريسيس بالتحليل الكهربائي يعني تاخذ عينه من الفلويد اللي انت شاك تجمع عينه بالسواب شايفين السواب هاي السواب اللي ياخذون بها كلتشر نفس الديزاين مال الستكس اللي نفهم بها الايرز عودة وبراسة قطن بس على طويلة وخليها بتيوب نفسها يعني عافية بالضبط خلوها اما بالنوس او بالاير قلنا اذا بالاير يسمونها اوتوريا واذا بالنوس راينوريا اذا شوية فلوت قليل احيانا السي اس اف يكون سيفير يعني مو هي عندنا ترى لكم صور هواية يعني بس حرامات يعني عدي بالكيسات راويكم اياها احيانا المريض يعني انا شايف كيسات سي اس اف
بس يصير 90 degrees بس يقعد 9 يعني يقعد جعبة عدلة يعني هو نايم بس يقعد يقوم فشمة ينقل وكلير فلويد مو يبلط هذا تير كبير يعني بالجيوب ينقل من فشمة واحدة من الكيسات وأضرب كيس أنا CSF شايفها من الآية يعني هي نتيجة لفراكتشرز اوف اثمويد بون واصل للكريبل فورموكليت فبشكوا انه هذه قسم قالها ابيفورا يعني افراز دمع زيادة افراز الدمع وما ادري شنو ودزوا على ابو العيون وهاي بس بعدين طلع هو CSF يطلع يدمع من عينه هو CSF فاهم اهم تيست هو شنو بيتا 2 الكتروفوريسيس او بيتا 2 ترانسفيرين انزيم هذا اذا طلع لك بوزيتيف معناته هو شنو CSF اذا نيجاتيف لانه التستات القديمه تعتمد على الجلوكوز وهذا يعطي فولس بوزيتيف يعني يعطيك نتيجه ايجابيه بس هو فولس ليش لانه تير بي جلوكوز يخبط بي النيزال سيكريشنز ايضا بيها جلوكوز هذا يعطيك فولس بوزيتيف فاهم التستات القديمة تعتمد على الجلوكوز والبروتين بس هاي تعطينا شنو false positive results يعني مو صحيح ان التست الصحيح هو بيتا 2 ترانسفيرين انزيم واكو فد علامة كلش حلوة انه يسموها double ring stain and pillow شنو يعني pillow شنو يعني مخدة مساعدة المريض هو نايم عن مساعدة فإذا يوقع من خشمة أو من إذنه قطرة عن مساعدة راح يصير دبل رينج يعني دائرة محاطة بدائرة هاي فدهم دايجنوستيك فيتشر القطرة اللي توقع على المخدة راح تصير دبل رينج يعني مو بس دويرة واحدة دائرتين واحدة يعني دائرة بطن دائرة ليش؟ مال CSF ومال بلاد لأنه نتيجة اختلاف الكونسنتريشن اوف البروتين بين البلاد والCSF يصير دبل رينج فهاي ايضا فد ديستنجوش فيتشر هاي كلها اريد اشوفكم اياها ان شاء الله بالصورة ان شاء الله موجودة واشوفكم اياها زين فهي اهم نقطة قلنا انه البيتا 2 ترانسفيرين طبعا مثل ما قلنا اهم شيء تخافون من the possibility of ascending شنو meningitis يعني إذا تأكدتوا إنه CSF تخافون من the possibility of ascending meningitis وهواي أكو كيسات ماتت يعني نتيجة للmeningitis اللي صارت because of CSF يعني بالمدينة اللي كنا نداوم بالبور بالشهيد عدنان شفنا كيسات dead ما نحكوله نتيجة صار severe meningitis وما يعقوله بسبب CSF leak فهي في dangerous condition يعني CSF leak إذا صار لازم تدخلون انذار فإذا رحتوا مجزلوا فيشل زين طبعا الامجينج الريجولارس اللي تاخذوها ان شاء الله راح تخلص ما بقى شيء الامجينج اهم ريجولارك فيتشر ياهو للميدل ثيرد يعني اهم ايمج او فيو للميدل ثير هو الاوكسيبيتو منتال او ام اوكسيبيتو منتال فيو يعني اوكسيبيتو منتال اكس راي فيو هذا اهم فيو بالميدل ثير شنو الاوكسيبيتو يسموه بعده اسماء هذا الاوكسيبيتو منتال اوكسيبيتو منتال يسموه ووترز فيو وتينز يعني تينز راني ذاك اليوم اخذناه ذاك الريفرس داونز ذاك مال المندبل ذاك مال الكوندايل مال المندبل اذا اردنا نشوف الكوندايل او المندبل لا هذا الميدل ثيرد اوكسيبيتومنتال يسموه يعني الاوكسيبيتومنتال مختصره او ام اوكسيبيتومنتال اذا اسم لاخ ووترز فيو ووترز ايضا اسم عالم يعني ووترز فيو والاسم الثالث سانس فيو اشعه الجيوب من هو هذا اهل الاي ان تي من يريدون ينزلون للمجزلة بسانسز ومن حقق كل السانسز مال الفيس ينزلوا او ام تطلع بيه المجزلة بسانسز واضحة جدا فيسموها ايضا سانس
اوكسيبيتومنتال يعني شنو؟ عافية. الفيلم هنا طبعا بي ديجريز اللي هي زوايا الميلان مال الرأس، يعني اكو 15 ديجري الصعدة اكثر 30 ديجري والصعدة اكثر بعد 45 ديجري 15 30 45. الفيلم هنا والكون هنا، الفيلم هنا والكون هنا، ايضا يسموه واضحة. الفيلم هنا على شن والكون على الاوكسيبيتومون، فهذا يسموه اوكسيبيتومنتال. دائما اول كلمة هي مكان الكون والثاني المنتال هي مكان الفيلم. الاول كلمة هي الكون والثانية الاخيرة هي مكان الفيلم. اوكسيبيتو منتال وعد ديجريز قلنا اكو 3 ديجريز 15 اللي هي ديجري اوف هيد انجوليشن، هاي 15 شويه 30 45. كل ديجري لها سبب يعني نشوف به شيء معين. طبعا هي هاي تتقسم الى لاينات الاشعه، بس هي هذا ميل نشوف بها الانفيرير اوربيتال، نشوف بها الاوربيتال فلور، نشوف بها الزيغوماتيك ارشز والزيغوما، يعني ايضا هذه الشويس اوف فيو، الفيو اوف تشويس للزيغوما والزيغوماتيك ارش، للانفيرير اوربيتال ريم، للاوربيتال فلور، للماكسيلا واللاينز اذا اكو فراكشرز بها، والماكسيلاري ساينسز. زين هذه الاوكسيبيتومنتال. مثل ما قلنا هاي مهمة، ما يديمونستريت ميجر ايريز اوف فراكشر ديسكونتينيوتي انكلودينج زيغوماتيك وماكسيلاري باتراس، هذا زيغوماتيك وماكسيلاري باتراس، الزيغوماتيك وماكسيلاري سوتشر، الزيغوماتيك عفوا فرونتال، الانفيرير اوربيتال ريم، والماكسيلاري ساينس. هزينس اوف ماكسيلاري ساينس شنو يعني هزينس؟ يعني الماكسيلاري ساينس هو نورمالي اذا هيلثي شلون يطلع بالاكس راي؟ بيراميدال، لا كلون كلون رمادي يمكن، لا اذا نو الاير هو الماكسيلاري ساينس فولد باي شنو؟ اير. الاير بالاكس راي شلون يطلع؟ بلاك. فمن يطلع الماكسيلاري ساينس بلاك صافي اسود صافي هذا هيلثي، معناته كل شيء مربي. هزنس يعني فوقي ضبابه، معناته متروس بسكريشنز. اذا متروس سكريشنز ميوكس هوايه معناته هذا كيس اوف ساينسايتس، يعني عفوا اي ساينسايتس يعني التهاب الجيوب الانفيه اذا اكو هزنس او يسموه فلويد ليفل تشوفوه. واذا صار ايضا بلود تجمع بالساينس ديو تو هيموريج ايضا يطلع هزنس. هزنس يعني ضباب يعني مو اسود. نعم زين. لاترال بروجكشن هو ايضا اللاترال فيو، الترو لاترال. اذا نشوف لفورت 1 خاصه يبين اللاين اوف فراكشر بالسايد اوف ماكسيلا، هذا اللاترال فيو. طبعا السي تي سكان تعرفون السي تي سكان اللي هو المفراس، يعني هذا اشعه مقطعيه يعني ياخذ اكس راي مقاطع، الجهاز يتحرك بكل مقطع ياخذ اكس راي، كل مقطع ياخذ اكس راي، فيعطيك عدة صور بليفلز مختلفة. طبعا هو مور دايجنوستيك، هو سي تي سكان يعني هو أكثر وضوحا ويعطيك أكثر معلومات. السي تي سكان التريتمنت طبعا أول شيء الأوبزرفيشن، observation يعني تتركها ما تسوي لها كل شيء، يعني يعني كل شيء ما تتدخل without interference. يعني هاي بال simple cases اللي not mobile ما صار بيها displacement severe زين وما بيها signs or symptoms مثلا not associated with open bite, not associated with severe bleeding, not associated with CSF. يعني the simple cases اللي هو صاير فراكشر بس الكسر قاعد بمكانه يعني ما يتحرك، تفهمون شلون؟ فهذه انه قايل بالنون موبايل او مينيمالي موبايل، فتحركه لي بسيطه لفورت 1 والكلوجن ايضا not severely affected ايضا.
بقية under observation. باللي فورت وان إذا كان non mobile أو minimally mobile مود occlusion not severely affected. إذا اللي فورت وان وتو وثري بس الإدنشلس patient يعني المريض ما عنده أسنان فأيضا ما راح يهمنا إذا تغير الأكلوجين لأنه أساسا ما عنده أسنان. عرفتني شلون؟ هو إدنشلس يعني خلي يصير مال أكلوجين هو أساسا إحنا راح يأثر علينا أسنان ما عنده. زين كذلك انه ادنشوس ولكنه نون ديسبليس ايضا ستيبل الفراكشر ستيبل قاعده مكانه نون ديسبليس. وطبعا اذا اكو كيسز انه الجنرال كونديشن اوف ذا بيشنت نوت الاون تو دو سيرجري يعني مثلا عمر كبير وهاي تصير هوايه بالاولد ايجز هاي الفراكشرات ميدل ثيرد تصير هوايه بالاولد ايجز ليش؟ استيوبروسيس يعني؟ استيوبروسيس لا مو استيوبروسيس، هذول يصير عندهم هايبوتنشن فجأة. بوستشرال هايبوتنشن مثلا هو قاعد ويقوم رأسه رأسه يصير عنده بوستشرال هايبوتنشن رأسه وقع على وجهه. فدائما الشياب تنصحوهم تقول لهم من توقفون وانتوا قاعدين توقفون لا رأسا توقفون إذا عندكم شياب بالبيت. يعني من هو قاعد هو حتى لسان العادي حتى من تبع فترة طويلة رأسه أنت شعور إنه مصر شوية داخل بالشياب هاي سبب postural hypotension بالشياب تكون سفير فلازم واحد يقول ده من يقول وشوية شوية يقول حتى ليس postural hypotension. فعندنا هواية هم يجيبون شياب وواقع على وجهه خاصة بالفيميل الخطير الحجيات الكبار فذولا ما يعني خاصة عندنا بالعراق يعني ما عندنا ذيك الأنستيزيا التخدير المضبوط يخافون يقون للأعمار الكبيرة لا يموت بالتخدير يعني ترى هذا شيء واقع يعني لو شنو يعني واقع إنه الكبار بالعمر يتحملون لو طبعاً يعني كل ما يكبر الإنسان بالعمر يكون التخدير أصعب ليش يعني ليش مو الليفر فانكشنز مالته تتعب الرينال فانكشنز مالته تتعب البلمونري فانكشنز مالته ما تتحمل تخدير الهارت سيركيليشن كل التخدير يعتمد عليه زين فاذا المريض ما يتحمل عمره كبير ايضا فوقي اندر اوبزرفيشن السيرجيكال تريتمنت هذه السيرجيكال تريتمنت راح اشرح لكم اياها ببساطه أشرحكم هذا ببساطة. طبعًا أول شيء مثل ما قلنا general principles of fractures treatment شنو هي؟ reduction, fixation, mobilization. آه ما كل fractures في البدن. يعني يصير fracture in any bone in the body. هي ثلاثة three principles for the treatment of anywhere fracture. هي ثلاثة principles reduction يعني الكسر ترجعين مكانه. فيكسيشن الثبتي مو يعني مو ترجع مكانه الثبتي بعدين الموبيلايزيشن لازم ما يتحرك لمده تقريبا 35 الى 40 يوم ليش الموبيلايزيشن قلنا تو الاو كالوس بون فورميشن تو الاو كالوس بون فورميشن حتى يتزل العظم زين فالريدكشن نسويها هنا بالميدل ثيرد من يصير قلنا نرجع على الريدكشن من المكزيلا توقع اللي هي نسميها يعني من يصير جاجينج بالبوستيريتير وانتيرو كومبايت يعني مكزيلا ساتل داون مكزيلا يعني مو كل الكيسات في كيسات معينه زين وامباكتد يعني مو بس توقع وتشلل بعد ما تقدر ترجعها بيدك تحشر يعني ما تقدر تفهمني شلون؟ يعني وقعت وثبتت بسبب الكسور احيانا الكسر موبايل يعني توقع بس ترجعها بيدك وصبعك كل شيء ترجعها ماكو مشكله بس اذا وقعت وحشرت فاكو فد عندنا فد فورسبس يسموها رودس امباكشن فورسبس رودس امباكشن فورسبس يعني إذا وقعت المكزيلا وامباكتد امباكتد يعني حشرت فأكو رو ديس امباكشن فورسبس هاي اثنين يعني فورسبسات اثنين كل واحدة تفوتها بنوسترل
واللخ مالتها بالبلد طبعا عندها جي اي يعني عندها جنرال انستيزيا وترجع المجزل للمكان هي مو واقعه هي مثل الفورسبس بيها تو ارمز وتو فورسبس بيها تو ارمز واحده تفوتها بالنوسترل جلابتين يعني عافيه واحده بالبلد تنزمها وتشق الطقه ترجع المكان هاي سويت ريدكشن واضحه؟ هاي طبعا اذا امباكت تحشرك اما اذا هي تتحرك لا بسرعه بترجعها يعني مو فرق مشكله زين هاي سوينا ريدكشن الفكسيشن الفكسيشن اكو تو كاتيجوريز سيمي كلوزد او الطريقه القديمه والاوبن فيكسيشن اوبن ريدكشن الطريقه الحديثه اللي هي باي بليتس يعني بالبليتات يعني هذا تفتح وتدق بليته على الفراكتشر لاينز منها ومنها وتثبتها براها هاي الطريقه الحديثه واضحه واكو الطريقه القديمه اللي هي لا ابي شيء الطريقه الحديثه العفو القديمه اللي هي ارخص وهي الكلاسيك يعني اللي يسموها شنو سسبنشن ارت يعني انزل يعني شنو السسبنشن تعليق تعليق يعني البيس النازله مع المجزله بتعلقها بواير شو هذه يعني هم الا شرحكم اياها ارسمها بس هي برسم واضحه يعني اذا في ورقه وقلم مثلا ارسم لكم اياها تعرفوها اللي فورت وان اللي فورت وان جيب كاميرا نبدا مثلا اللي فورت وان هسه هذا انتيريور فيو هذي نزل كابيتي بس بنبارع هنا انتيريور فيو هاي السكوب هاي نزل كابيتي وهذا من هنا جواها شنو؟ المجزلة المجزلة بالضبط فاحنا هذا الليفل اوف ليفورت 1 مو قلنا هذا الليفل منه؟ نعم أبوف ذا أبيسيز اوف تو ثروز خلينا نقول هاي السنترالات مو صحيح؟ نعم هذا الليفل اوف لاين فراكشر فراكشر لاين اللي هو above the apices of T roots على line of fracture فعندنا عدة خيارات من الفورت وان أما pyriform fossa هاي يسموها pyriform fossa يعني تسوي تزرف منها ومنها وتفوت واير وبعدين تضبط الواير عندنا قلتها اللي جربتها بس تمشي شلون وهي النيزل فلور ما فهمت مو نعم يعني هذا النيزل فلور انتر هو اللاين جواها اللاين جواها فتسويها هنا تسوي هول بالنيزل فلور واحدة منها واحدة منها وتفوت واير بالتو هولز وتطلع من الاذر سايد اوف فراكشر لاين وتضرب فراح تعلق المجزل الطريقة الثانية نفسها ان هنا الزاجوماتيك ارش هذا الزاجوماتيك ارش دي فوق صاير مو صحيح بتعبر دائما دائما واير وطالع بالفستيبيول انترا اورني اي هاي يعني اللي تشوفوها لو تهتموا شوي صعبه نعم دائما تعبر على الزايغوما واير باي اول اول اللي هو يعني بالعربي يسموه مخيط عندنا في الادتان يسموه اول مثل المخيط الخبرة الطويلة فوتها منه أول شيء ديب للزايغوما فوتها منه ديب للزايغوما زايغوماتيك ارش وطلعها من الفستيبيول تطلع انت راعي زين راح يطلع الزرف مال المخيط تعبر بواير متجرف
وترد الطلعة سوبرفيشال للمنزلة. احنا اول مرة فوتنا ديب للمنزلة طلعناه انترا اورالي وعبرنا به بواير وجرينا على الواير صحيح. بعدين ترد الطلعة سوبرفيشال للمنزلة بس كلها اندر ديسكين يعني سوبرفيشال للمنزلة وترد الطلعة انترا اورالي من نفس الظرف اللي طلعتها اول مرة راح يطلع لك وايرين النتيجة راح تطلع لك وايرين انترا اورالي راح تطلع لك وايرين انترا اورالي منه وايرين ومنه وايرين اول ثبتها ثبتها الوايرات على ارش بار تكون داقة على الاسنان على الاسنان اي على الاسنان ارش بار تكون مثبتة على الاسنان وثبت الواير بالارش بار تفتهم شلون ثبت الواير بالارش بار فايضا راح يجر المجزلة راح يعلقها تفتهم شلون هذا هو الفيكسيشن سوي اذا اردنا نسوي اموبلايزيشن فالارش بار نثبتها الارش بار ندق على اللور تيث والوايرز هذه اللي طلعنا انترا اورلي نثبتها باللور ارش بار مو باللور ارش بار نثبتها باللور ارش بار راح يسموه ساندويتش تكنيك شيء لا تشطح يسموه ساندويتش تكنيك باللور ارش بار ونرجع نسوي اي ام اف نرجع نسوي عامة هذا لما طلع زي شيء باختصار حتى لا تدوخون هذا التكنيك هذا التكنيك كشرح وهذا على الكاست أو على سكال جيبوا السكال مثلاً أو كاست وبالعيادة أو محاضرة من أشرح لكم يا راح تشوفوا كل السهل يعني ما تدوخون إن جنرال باختصار بالنسبة للي فورت وين كساسبنشنز باللي فورت وين شنو عندنا باري فورم سسبنشن اذا حفظت اثنين كافي اللي هو اهم اثنين باري فورم سسبنشن اللي فورت وان اللي تريكوت وان اللي فورت وان باري فورم سسبنشن وسيركم زيغوماتيك سيركم زيغوماتيك سسبنشن هاي اهم اثنين هو قايل اثنين اخرى اللي هو انفرا اوربيتال او سوبر اوربيتال بس هذا فشيء ما يعني ما نحتاج نسويه اهم اثنين ذني باير فورم سسبنشن وسيركم زيغوماتيك سسبنشن هاي باللي فورت 1 باللي فورت 2 باللي فورت 2 اهم شيء اللي هو شنو سيركم زيغوماتيك سسبنشن فقط اللي فور تو يعني اللي فور ما نزل على الماندبل يعني خلينا نترجم لا همين بس يعني مو بايريفورم اللي فور تو نقدر نسوي له بايريفورم سيركم زيغوماتيك اللي فور تو فقط سيركم زيغوماتيك ما يفيدنا بايريفورم اللي فور تثري هم ما يفيدنا لأنه زيغوما will be involved اللي فور تثري شو نسوي frontal suspension هاي بس انكم تحفظوها ثلاث نقاط ان شاء الله وبعدين اشرح لكم عليه تفهموا بس باللي فورت 1 ذن الثنين باللي فورت 2 بس هذا اونلي سيستم زيغوماتيك وباللي فورت 3 اونلي frontal شنو suspension هاي مهمه جدا هاي اذا غلطوا بها خطا قاتل يعني اذا مثلا لفورت 3 وقلت له اسوي سيركم زيغوماتيك سسبنشن يعني راسا راسبك يعني هاي تعطيك الاساسيات تفهم شلون؟ اذا لفور 2 وقلت له اسوي باليفورم هم راسا راسبك وهاي اريدكم تدو يعني تحبوها عن ظهر قلب اللفور 1 هي باليفورم وحده منهم طبعا يعني عندك تشويس اما هذه او اما هذا او هذه اللفور 1 اللفور 2 فقط هذا فقط نعم واللي فورت 3 فقط فورت سسبنشن هاي تركزون عليه التكنيك بعدين على كاس او على سكال اذا تجيبوا لي فد سكال اصطناعية او راسا كلش واضحة تطلع ومثل ما قلت لك الليتش التكنيكات مال المندبل نام على كاستات بالعيادة سلكوها بس اكو كاستات مو هاي الستون اكو كاستات تعليمية موجودة باب المعبر اذا واحد منكم يجيبها
لأن حتى فوتلكم الوايرات ما يستون لفوق بيض وايرات كاستات تصل يعني بلاستيك يعني بدائم تعليمية حلوة ذيك حتى تعرفون من فوت الواير ومن طلع الواير بس تشوفوها رأسا بعد تنتقل دماغكم بعد ما تنسوها من تقرون الشرح تصل كل السنة إذا تقرون الشرح بعد ما تشوفوه ما تفتهمون هذا تريد وقلنا هذه كلها يسموها السسبنشنات سسبنشن أور يعني نسمي سيرجيكال خلينا نقول نسمي سيرجيكال يعني مو أوبن سيرجيكال نسمي سيرجيكال والطريقة الثانية اللي هي الأوبن ريدكشن يعني تفتح يعني إذا ليفورت وان تفتح انسجن بالفستبيول النقل يعني من سايد السايد من سايد لا يعني على السايد مو تفتح على السايد اللي تريد تدق البليتة وين ما كله تفتح السايد تريد تدق البليتة راح يطلع لك الفراكشر لاين شوفه ترجع بيدك إذا قدرت ترجع بيدك رجعته ما قدرت بالروبسون باكشر فورسرز يقعد بالاكلوجن الصحيح وتخلي بليته اكروس ذا فراكتشر لاين بليته يعني بلاتينز ولا نفس اللي يستخدموها بالكسور مال الفيومر والارمز بس احنا البليتات مالتنا تكون صغيره اكروس ذا فراكتشر لاين هولز فوق ابوف ذا فراكتشر لاين هولز جوا الفراكتشر لاين وتضبها ببراغي هذا يسموه اوبن ريدكشن وانترنال فيكسيشن اوبن ريدكشن يعني تفتح انسجن شوفه بعينك وانترنال فيكسيشن يعني تثبيت داخلي باي بليتس هذا بالنسبه لليفورت 1 زين ليفورت 2 كذلك تفتح شويه ليفورت ويسوي دي جلوفينج يسموه فيشل دي جلوفينج يعني تفتح انسجن والوجه تقوبر السوفت تشو مال الوجه تقوبر يسموه فيشل دي جلوفينج فتسافر شويه اكستنسيف يا قاسم يطلع لنا فراكشرات الدقه بالكيته الفرونتال الفرونتال فراكتشر الزاغوماتيك فرونتال سوتشر سهل هذا تفتح يسموه لاترال اي برونسجن لاترال اي برونسجن يطلع السوتشر تشوفه مكسور ايضا تخلي بليته صغيره بي تقدر تفتح هذا بالنسبه للاوبن ريدكشن اند انترنال فيكسيشن وده يحكي عليها عن مكان اوف انسجن قلنا بالفورت 1 اما بالبايريفورم اريا تخلي بليتة أو بالزاغوماتيكو ماكسيلر بطرس تخلي بليتة مكان البليتات اللي تخليه باللي فور تو أما هنا قلنا هذا النيزو فرونتال سوتشر تفتح منه أو بالأوربيتال ريم إذا كان قريب الفراكشر على الأوربيتال ريم فتفتح يسموه انفيريور أوربيتال انسجن انفيريور أوربيتال انسجن أو أكو سبسيلياري انسجن أو أكو subconjunctival incision يعني من جوا العين تفتح بس هذا صعب يعني هذا من جوا العين تفتح صعب بس أكو subsiliary وأسهلهم هو inferior orbital incision زين قايلها باور inferior orbital incision subsiliary incision وأكو transconjunctival incision وأكو supratarsal or middle lower third incision مدل دور ايضا بالعفو انسجن كل هاي انواع انسجن تفتح راح يطلع لك اذا هذا اذا الفراكشر قريب على الانفيرور اوربيتال ريم يبين بالسي تي سكان او بالاكس راي واللي 43 اللي هو قلنا تفتح الفرونتال انسجن الفرونتو زاغوماتيكو فرونتال سوتشر تفتح لاترال اي برو انسجن تثبت هذا السوتشر مهم جدا باليتال فراكتشرز اللي هي البلت سبلت يعني البلت باليتال فراكتشرز تنفصل يعني وهذا يكون اللاين بالسجيتال بالسجيتال سكشن بالسجيتال سكشن يعني يمتد من الانتيرير للبوستيرير بالميدلاين اوف ذا باليت بالميدلاين اوف ذا باليت للانتيرير للبوستيرير يسموه سجيتال سكشن فطبعا هذه همينة فد نوع هذا من الفراكشرات اللي هي isolated palatal fractures sagittal السجيتال اللي هو قلنا من الانتيرير للبوستيرير transverse يعني بالعرض
بس هذا رير ترانسفير هو الموست كومن هو السجيتال هذا هو الموست كومن واكو كومنيوتد اللي هو المتحش التريتمنت يعتمد على التايب اوف فراكشر والبرزنس اوف كواليتي اوف دنتيشن والكونكومتنت فيشل فراكشرز اذا اكو فراكشرات اخرى. طبعا اما اي ام اف التريتمنت مالتها انترمنزلر فيكسيشن او ايضا اوبن ريدكشن وانترنال فيكسيشن ثرو الفستيبولار ابروتش يعني ايضا تفتح وراح تطلع لك البيسز واحده منها واحده منها تبدلها بليته دوها بليته ترانسفيرسلي يعني هو اللاين سجيتال فانت البليته شلون تدقها ترانسفيرس حتى تلزم او ارش بار اكروس ذا ارش و اي ام اف هذا هو الكلوز ريدكشن زين طبعا يحكي بعد هي المحاضرة بيها وايد وراح تخلص. كوس وايد. عطفها. ما أعتقد راح نحن نكملها اليوم. تريد نأخذ استراحة ونرجع؟ أنتوا إذا ما تعبانين يعني نكمل. ما تعبان أكيد. لو تريدوا ترتاحوا يعني ارتاحوا شوية. هو غلط يعني كلها أكثر محاضرة واحدة. تقدر تخبط إذا نأخذها. يعني. تقوم نخبط. شنو؟ نخبط المواضيع اللي ناخذ بعد لازم شوي نستراح. اي طبعا على وقف التصوير. وقف. هو يعني 5 دقائق يلا يحب يطلع يحب يتمشي يلا. يعني هو الله يسلمك دكتور. هسه احنا قلنا ذيك كلها حكينا على الماكسيلاري فراكشرز الميدل ثيرد قلنا به هواي بونز الماكسيلاري بونز الزيغوماتيك بونز النيزال بونز فهسه دا يحكي على الزيغوماتيك كومبلكس فراكشرز الزيغوماتيك هم باختصار راح اقول لكم عده شغلات اولا الزيغوما هو فد بون لطيف حلو وغريب سترينج بون خلينا نقول هو يشبه نجم البحر شايفين نجم البحر صحيح بي بودي وبروسيسز بروسيس بودي وبروسيسز يعني البون غريب شويه والزايغوماتيك فراكشرز اذا صار زايغوماتيك فراكشر بس المجزله فيشل يعالجوا يعني المجزيلاري فراكشرز وكل الفراكشرات الاخرى ميبي البلاستيك يقدر البلاستيك يعني مجرعه تجميليه ابو الانتي اذا عنده خبره قديم جديد عليه بس الزيغومات فراكشر مو حل بس المجزيلاري فهو خاص مالته فهو يشبه نجم البحر ببودي بودي وببروسيسز البروسيسز يعني extensions بزيغوماتيكو فرونتال زيغوماتيكو فرونتال بروسيس بزيغوماتيكو ماكسيلاري الجوة اللي تكون البطرس زيغوماتيك بطرس زين وبزيغوماتيكو تمبرال اللي يمتد نهاية الارش مالته زيغوماتيك ارش يكون لنا زيغوماتيكو تمبرال سوتشر فقلنا فرونتو زيغوماتيك وزيغوماتيكو ماكسيلاري وزيغوماتيك تمبرال هاي البروسيسز مالته لا هاي اول كاركترستيك فيتشر بالزيغوماتيك الزيغوماتيك كومبلكس الفراكشرز البودي نفسه يعني تقريبا ما يصير به فراكشر الا بالكروما كلش قويه يعني البودي كل الفراكشرات وين تصير؟ بالبروسيسز بالسوتشرز سوتشرز وطول هذه اول خاصيه، الخاصيه الثانيه الزيغوماتيك بون
zygomatic bone. Shares in the formation lateral wall and inferior wall of the orbit. Zygomatic bone shares in the formation of lateral wall and inferior wall of the orbit. يعني أيضا نقطتين مهمة. فهو قلنا body will be processes والفراكشرات الصدام أكثر شيء بيقولوا processes. والزيجوماتيك بون itself قلنا shares in the formation of lateral wall or inferior wall of the orbit. ف بما أنه shares in the formation of lateral wall and inferior wall, the orbit will be affected. The orbit will be affected. فأما يصير minimal or no displacement, أو يصير inward or downward displacement, inward posterior displacement, هاي حسب the displacement mod, الزيغوما, outward displacement, يطلع شوي لبرا, comminution of the complex as a whole, وهذا قلنا rare كلش إلا بالsevere trauma, يعني جايبة وضاربة بشيء المانع يلا يصير هيك شيء. وأكو أحيانا بس الزيغوماتيك arch ينكسر, فقط الزيغوماتيك arch اللي هو the longest process of the zygoma. مو قلنا أكو زيغوماتيك فرونتال, زيغوماتيك ماكسيلاري, زيغوماتيك تمبرال اللي هو أطول process يسموه زيغوماتيك arch ويوصل للتمبرال بون. أحيانا بس هذا الارتش شنو فراكشر اللي هو not involving the orbit, ما له علاقة هذا بالأوربت, بس الارتش ينكسر. زين من يصير الارتش ينكسر أيضا, أما مينيمم يعني بس فراكشر لا يصير أو V shape, يعني هذا الارتش يصير depressed fracture فيصير V shape. الارتش هذا الارتش depressed fed box قوي من هذا التمام فيصير depressed fracture. او comminuted احيانا يصير الارتش ايضا comminuted. هاي مهمة, هاي تأكدون عليها. clinical features of zygomatic complex fractures, هذه مهمة, هذه مهمة. clinical features of zygomatic complex fractures, flattening of the cheek, يعني هاي المنطقة يسموها الوجنة, الوجنة flattening يعني مقارنة compared to the other normal side تشوفه flattening, صارت flattening. إذا أكو over the zygomatic arch, إذا صار الفراكشر في zygomatic arch يشوف flattening over the zygomatic arch, أيضا بنا swelling طبعا أكيد as any other trauma. الزيغوماتيك ارتش اذا انكسر, هذا الزيغوماتيك ارتش ديبرست فات لي جوا, على من راح يضغط؟ راح يضغط على الكورونويد بروسيس اوف ذا مانديبل, راح يضغط كورونويد بروسيس اوف ذا مانديبل. ديب يعني ديب للزيغوماتيك ارتش, اكو كورونويد بروسيس يعني هذا الزيغوماتيك ارتش وجوا اكو كورونويد بروسيس, فاذا انكسر وديبرست راح يضغط على من؟ على الكورنويد, وراح يصير limitation بالmouth opening. واحدة من السايز والزيغوماتيك arch fracture limitation بالmouth, ما يقدر يفتح حقا يوم أزل. طبعا أهم شيء يصير الأنستيزيا, خدر واضح جدا بالcheek. أيضا يصير circumorbital ecchymosis وسب كنجكتال والهيمورج, أيضا مهمة جدا. أحيانا يصير أفستاكسيس. زين كريبيتيشن, كريبيتيشن وأنفيزيما. أنفيزيما تعرفون شنو أنفيزيما؟ إير إن ذا تيشوز, عافية الله بابا, إير إن ذا تيشوز. فـ when you palpate the tissue تشعر كريبيتيشن. كريبيتيشن أيضا همنا تشخشقة, يعني جوا هي نتيجة إن الإير in the tissues. Giant maxillary sinus, in that maxillary sinus involved with the trauma. زين وطبعا tenderness أكيد و step deformity بالinferior orbital. If the
if the inferior orbital was involved, then we're going to share in the formation of lateral wall, inferior wall, lateral wall of the orbit. هاي تتكرر هسه بالorbital fractures راح تتكرر. إذا صار fractures بالinferior orbital wall, همينه may occur, diplopy also may occur. إذا the inferior orbital wall was involved, may occur diplopy or ophthalmos, may occur, مو شرط. If extraocular muscle was entrapped, إذا حشرة المصل بالfracture نعم. زين. حاجة عن diplopy قلنا اللي هي double vision وهي صار entrapment بالextraocular muscle. طبعا ال الدبلوبيا الاكزامينيشن مالتها عندك اكزامينيشن يسموها دبلوبيا تيست هذا اللي قلت لكم عليه القلم اي او فورس دكشن تيست ذاك غير تيست ذاك غير تيست زين قلنا انوثالموس اللي هو دائما دبلوبيا اسوشيتد وذ انوثالموس اللي هم اثنيناتهم وين ذا اوربيتال فلور از انفولد ان ذا فراكشر إذا صار orbital floor fracture يصير diplopy و inophthalmos. ليش orbital floor fracture؟ لأنه الزيغومه shares part of the orbital floor. راح الحكي كله راح يتكرر نفسه بالorbital fractures بعد. الimaging أيضا نفسه الwaters view أو occipital view نفسه. هذا راح يراويك البودي وراح يراويك الاكستنشنز البروسيسز مالتها والبطرسز زين الاو ام اللي هو اوكسيبيتومنتال ووترز فيو عندنا اذر فيو يسموه سبمنتو فيرتكس سبمنتو فيرتكس يعني ال بالضبط والفيلم فوق نفس لا غير بالعكس بالعكس ذاك الفيلم منا الكون منا والفيلم منا مو عكس هذا الكون منا جو عمودي والفيلم فوق فرش راح يبين لنا راح يبين لنا الزيغوماتيك ارش هذا نشوف بي الزيغوماتيك ارشز اذا ديبرست انورد اور ديسبليسد اوتورد شوف الزيغوماتيك ارش ونشوف البيسال سكان طبعا السيتي سكان هذا معروف التريتمنت اكو شغلتين التريتمنت هم عندنا سمي كلوزد وعندنا اوبن ريدكشن سمي كلوزد وعندنا اوبن ريدكشن السمي كلوزد اللي هو باي جينيز ابروتش اليفيشن اند زيغوما عندنا هم رو اليفيتر فورسبس رو اليفيتر فورسبس فورسبس كبيره شويه هاي تفوتها ديب للزيغوماتيك ارش ونجر الزيغوماتيك ارش فراح ينجر الزيغوما كله وياه تستخدمها في حالتين وين دخلها؟ هسه اقول لك وين دخلها هسه اقول لك المهم تجر فيها الزيغوماتيك ارش تستخدمها في حالتين اذا كان ازوليتد زيغوماتيك ارش فراكشر يعني بس الزيغوماتيك ارش فتعدل بها الزيغوماتيك ارش واذا كان البروسيس از انفولد فعن طريق الزيغوماتيك ارش راح تجر الزيغوما كلها ترجعها لمكانها راح تجر الزيغوما كلها ترجعها لمكانها اوكي زين بس هسه انتم ما تعرفون شلون يفوت هسه اقول لكم شلون يفوت اكو عده ابروتشات التمبرال ابروتش اللي يسموه جيليز ابروتش اهم اثنين تمبرال ابروتش والبوكال سلكس ابروتش هذا هم اثنين واكو اثنين مو مهم يعني غير يستخدموا البركتانيوس واللاترال كورنود ابروتش ركزوا على البوكال سلكس ابروتش والتمبرال ابروتش خليني اشرح لكم البوكال سلكس ابروتش تفتح بالفستيبيول البوكال فستيبيول يم البطرس بوستيريرلي للبطرس بوستيريرلي للبطرس تحس البطرس بصبعك بالبوكال فستيبيول posteriorly تفتح incision بالبوكال سلكس تفتح شلون؟ نعم وتجيب الفورسبس الفورسبس يعني مثل ال خلينا نقول ال يعني
لا مو نيدل هولدر يعني تشبه الهوارث شايفين الهوارث البريوستيو الديتر يعني فتح حديده مش مجرد حديده اوكي يعني قامه كان من صغير تفتح بوستيرا للباترس بالبوكالسالكاس تفوتها وصعدها لفوق تفوت هذه الحديده اللي بين الفورسبس وصعدها لفوق بحيث وين تفوت ديب للزيغوماتيك ارش فوت وين ديب للزيغوماتيك ارش ميديالي للزيغوماتيك ارش هذا الزيغوماتيك ارش وهذا الزيغوماتيك ارش برا لاترالي وجوا ديب فانت تفوت ديب للزيغوماتيك ارش تفوت من البوكال سالكس وتصعد لفوق راح تفوت ديب للزيغوماتيك ارش وتجرع شنو ميديالي تجرع ميديالي فاذا هو ديبرست راح يرجع ميديالي وإذا الزيغوما كلها متحركة أو الزيغوماتيك ارش راح يجر الزيغوما كلها ويقعدها بمكان تفتهمني شلون؟ هذا البوكال سالكس ابروتش واكو تمبرال ابروتش لا تفوتها منه تفتح انسجن بالتمبرال فوسا سكن سبكتينيوس تشو تسوي دايسكشن راح تطلع لك التمبرال مصل التمبرال مصل اللي هي الفان شيبت مصل عشان فيها اللي هنا فان شيبت مصل تطلع لك التمبرال مصل التمبرال مصل كل مصل متغطاية بفيشي غشاء رقيق كلش وشفاف سوبر فيشل فيشل ديب فيشل فهنا راح تطلع لك السوبر فيشل فيشل بصير السوبر فيشل فيشل انسجن بصير بيه بحيث تفتحين بس الفيشي وتفوت الفورسبس between the muscle and the fascia between the muscle شنو and the fascia وتنزلها جوا هو هذا الابروتش راح يوصلك ديب للزيغوماتيك ارش وايضا الجره ميديالي فاذا زيغوماتيك ارش واحده راح يرجع واذا كل البدي الزيغوماتيك ارش راح يجر الزيغوما وياه وقاعدها يا هو أحسن تمبل أو توفر يا هو أحسن هو ماكو أحسن بس ال easy جودا ال easy هو ال بوكال سالكس أبروتش ومثلاتهم تقريبا يعني ماكو أفضلية واحد عن الثاني ماكو أفضلية بس هذا هنا عندك شغلتين عندك superficial temporal artery and nerve النيرف هو سنسري بس السوبرفيشال تمبرال ارتري شويه اذا نضرب الارتري يصير فد بليدن قوي هناك سيف فيلد ما عندك شيء هذا هو ابروتشات فهمتوني زين شو وقت نستخدم هاي الكلوزد ميثود او هي سمي سيرجيكال او سمي اوبن يعني مو اوبن سيرجري سمي اوبن سيرجري خلينا نقول نستخدمها في حالات يعني اكو انديكيشن لها وأحاول ألخص لكم إياها. ألخص لكم. أولاً أهم شيء من متى لمدة طويلة على فرشة. يعني within 7 days. within 7 days of fracture. ليش؟ لأنه يلتحق. لا مو يلتحق. لا مو يلتحق. within 7 days of fractures اذا اكثر من 14 يوم اكثر من 10 ايام راح تبدي تصير شغله العظم من ينكسر انا احكي لكم اياها زين يعني فد شيء بسيط يعني هذا العظم من ينكسر حافات الفراكشر تكون مشرشبه يعني هذا الفراكشر لاين اول ما ينكسر بالايرلي بيريد من ينكسر العظم ما ينكسر هيجي املس ينكسر مشرشب مو صحيح فمن ترجع المكانه هاي التحززات تساعد على الفيكسيشن تقعد بمكانه بتفهم شلون من ترجع تسوي له ريدكشن سواء اللي هو بهذا الابروتشات هاي التحززات راح تلزمه يعني هذا الفراكشر انكسر كسر ترجعها راح ترجع تتعشق التحززات هذه
فتساعد على الفيكسيشن، ما نحتاج فيكسيشن. تفهم شلون؟ وذ تايم اكثر من 10 ايام راح يصير ريزوربشن بيها، بون ريزوربشن، يعني اول بروسيس بالبون فراكشر يصير اوستيوكلاستيك اكتيفيتي. فهذه التحسسات راح يصير بها ريزوربشن، راح يصير لينه املسه، فما نترجعها ما راح تلزم مره ثانيه. تفهم شلون؟ يصير ملسه. بس هاي التعشقات تشوف شلون واحدة تلزم اللوب. بينما من تصير عدله ترجعها لمكانه ترجع مرته اللي تتحرك، ما يصير فيكسيشن 100%. فيفضل بالايرلي بيريد within 1 week. زين، هاي اول انديكيشن الهاي الابروتشات. ثاني انديكيشن وين اونلي، يعني ثاني انديكيشن انا هسه عرفتوا الانديكيشن هذا اولا ايرلي از ايرلي از بوسبل. بالضبط، ايرلي within 1 week، within 1 week not more 2 weeks. يعني ورا ال 2 weeks هاي اكيد رايحه صاير بها ريزوربشن. هاي اول. ثاني انديكيشن وين اونلي ون بروسيس از انفولد ان ذا فراكتشر، not more than one process. Not more than one process. زين. ثالث indication أنه isolated zygomatic arch fracture. هاي indications مال الأبروتشات اللي شرحناها، temporal والبوكال اللي تعتبر semi open، يعني مو completely open surgery، semi surgical techniques. اولا ايرلي، ثانيا 1 ماكسيمم 2، ويعني بين ال1 وال2 بروسيسز حسب الجراح هو يقدرها، 1 تو 2 بروسيسز انفولد نوت مور ذان، يعني بس مثلا زاجوماتيك وبطر السوجر مكسور، فقط مثلا صار عنده انفيرير اوربيتال ريم، فقط هذا الزاجوماتيك فرونتال. زين، والإنديكيشن الثالث هو isolated zygomatic arch، أيضا تعدل أفضل. واضحة؟ إن شاء الله. من يصير عندنا أولا long period over the 2 weeks، من يصير عندنا more than two processes، two to three processes، يعني هناك قلنا هاي one to two processes involved، one to two processes involved. إذا صار عندنا 2 to 3 processes involved، 2 to 3 processes يعني zygomatic buttress، inferior orbital rim، zygomatic frontal كلها involved، long period عبرة ال 2 weeks، ذاك الوقت نستخدم open reduction. أيضا نفتح السجن زين ونخليها بليته ونثبتها ببليته. واضح الأمور؟ هاي الindications مالت. يحكي عن open reduction اللي قلنا إذا عبرت 2 weeks وإذا 2 to 3 processes involved، كل البودي متغير، severe displacement صاير، تحتاج تفتحها وترجع بيدك وتدقها بليتك. هذه indication مال open reduction. اللي قلنا الابروتش للزيجوماتيك فرونتال lateral eyebrow incision، إذا زيجوماتيك فرونتال سوشر involved in the fracture تفتح lateral eyebrow incision أو supratarsal fold، يعني من هنا supratarsal fold أو lateral eyebrow incision. lateral orbital rim حكيناها، lateral orbital rim العفمود inferior orbital، lateral orbital يعني lateral wall of the orbit، lateral canthal incision من هنا اللي lateral canthal ligament، أو extended pre-auricular approach، يعني هذا اللي هو question mark incision، question mark incision يسموه على شكل question mark، to extend and expose حتى نطلع كل the zygomatic arch واللاترال aspect of the orbital rim، يعني lateral aspect of the orbital wall، هذا يسموه question mark incision أو pre-auricular approach. the inferior orbital rim ونفسه هو incision لل floor orbital floor راح يتكرر بعدين inferior orbital rim و inferior orbital floor.
إذا أردنا نفتح لها السجن ساعة عددناها أنفرا أوربيتال السجن سبسيلياري ترانس كونجكتايفال أي نفسها عددناها واضحة؟ نعم. Orbital floor fractures. هذا اسمه موضوع هو متداخل ويا الزيغوما. تداخل ويا الزيغوما. ليش؟ لأن الزيغوما shares in the formation. Inferior wall و lateral wall. صحيح؟ زين. فهي طبعاً الـ orbital fractures in general. Orbital fractures classified simply إنه fractures of the inferior wall, fractures of the superior. Medial والأترال صحيح؟ الموست كومن هو الفلور أكو سبب ليش؟ الموست كومن فراكتشرز أوربيتال فراكتشرز هو الأوربيتال فلور فراكتشرز ليش؟ يعني هم أكو سبب ما ينتش على يبون آخر يعني هذني سبورت مالته ما إلى سبورت زينة اللي يجي شنو هو؟ هو الفلور صحيح بس هو خلينا نشوفها اما from the physiological or functional point of view لانه الاوربيتال فلور هم has a cushioning action when the eyeball subjected to trauma eyeball subjected to trauma blind the trauma طبعا مو شاف الترومة نعم يعني مو هاي موضوع blind the trauma فالفورس will be absorbed in the orbital floor which will be fractured to protect the eyeball from rupture يعني the force here راح the floor here راح تتصل force on the fracture ليش to aiming يعني تهدف protecting the eyeball from rupture يعني بدأ the eyeball rupture تنفجر the orbital floor here راح تنكسر حتى تمتص الفورس تمتص صدر فهمت شلون؟ فهي أيضا has a cushioning action to protect the eyeball from rupture فأكثر شيء صار orbital floor fracture وهي ال orbital floor أيضا فد axial bone لكن ال orbital rim لا thick bone واضح منو؟ إن شاء الله فيسموها tennis ball fracture يعني tennis ball fracture يعني لا إذا تجي تنس بول على الآي إذا ينظر تنس بول بعينه راح يصير عنده orbital floor fracture الآي بول تبقى سليمة هاي يعني حكمة ربك إنه الآي بول تبقى سليمة not rupture لكنه الفورس وين تنتقل الاوربيتال فلور اللي راح تمتص الفورس عنده fracture الاوربيتال فلور fracture بيها تايبات اما بيور اور ام بيور بيور يعني الانفيرا اوربيتال ريم نوت انفول الريم بس الفلور جوي زين شلون الام بيور لا الانفيرا اوربيتال ريم اولسو انفول ولا فراكشر اوف اوربيتال فلور بيور او ام بيور واضحه واكو بلو ان وبلو اوت فراكشر زين بلو ان وبلو اوت بلو ان وبلو اوت بلو اوت هي الاوربيتال فلور تنزل للمجزلر ساينس مو تنكسر تنزل للمجزلر ساينس فيسموه بلو اوت بلو ان تصعد وهاي رير طبعا مش رير كلش هي الموست كومن هو البلو اوت فراكتشر اللي هي الاوربيتال فلور تنزل من المجزلري ساينس اللي هي قلنا هذه الميكانزم اكشن تو بروتكت ذا اي بول واضح الامور وقلنا بيور او مي بيور بيور اذا الانفير اوربيتال ريم نوت اون بول واذا ام بيور اذا وياها الانفير اوربيتال ريم هاي تركزون على هاي الكلاسيفيكيشن ان شاء الله مال بيور او مي بيور مهمه وبلو ان وبلو اوت واضحه زين يحكي طبعا احنا قلنا عن الايه وضحت لكم اياها الاوربيتال فلور
اكو اكسترا اوكيلر مسل. اكسترا اوكيلر مسل يعني المسل خارج الايبول اللي تحرك الايبول. شنو يعني الاكسترا اوكيلر مسل؟ ان اربع ركتاس فور ركتاي اللي هي inferior, superior, middle, lateral rectal. واكو superior oblique و inferior oblique muscle. زين؟ واضحة؟ فاحنا قلنا من الرابط of lower fracture entrapment of extraocular muscle خاصة ال inferior oblique و superior oblique. هذاني most common يسميهم entrapment يعني تحشر وين بالفراكتشر لاين او الانفيريور او الاوربيتال فلور تحشر المصل تنحصر بالفراكتشر لاين طبعا ما تقدر تتحرك فراح يصير limitation بالاي موفمنت compared للنورمال اي موفمنت يعني واحدة من الاي راح تتحرك طبيعي واحدة حركتها راح تصير محددة نتيجة للانترابمنت restriction بالضبط فراح يصير دبل فيجن يسموه ديبلوبيا ما عم اشرحنا قلت لك يا راح تتكرر وانه ثاني مص يعني من يصير بلو اوت فراكتشر الاوربيتال فلور تنزل بالمجزلر ساينس الاوربت بي اوربيتال فات الفات ايضا راح ينزل بالمجزلر ساينس والوال الاي بول فين راح تهتم تفوت جوا وتنزل تخسف العين يسموه بالعاميه فيسموه انه ثاني مص ويصير كذلك change بالpupillary level واحدة صاعدة وواحدة نازلة هاي يسموها inothalmos وشرحناها احنا مو صحيح؟ البلو عند fractures قلنا rare اللي هي تصعد هاي rare جدا clinical features مع orbital floor fractures as هم يعني مشتركة نفس الشيء هم circumorbital ecchymosis subconjunctival hemorrhage قلنا ديبلوبيا مثل ما شرحنا انوثالموس طبعا limitation بالاي موفمنت هي نفس اللي راح تؤدي الى الديبلوبيا مو صحيح؟ global retraction انوثالموس اللي شرحناها مو تمام؟ زين surgical emphysema لانه اذا المجزلر سانس اوبن وقلنا راح تنزل راح تنزل على المجزلر ساينس راح يطلع اير مو صحيح سيرجيكال انفيزيما للايلينز وباراستيزيا باراستيزيا همنا مال الاوربيتال نعم زين هذه بالنسبه للكلينيكال فيتشرز الايمجينج مال الاوربيتال فلور ايضا كالاتي طبعا اللي موست دايجنوسيس هو CT scan يعني راويك المقاطع والبلاين راديوغراف أيضا أوكسيبيتو منتل لكنه بدقري معينة اللي تبين لك الفلور أكثر اللي هي بدقري 30 إلى 45 دقري هنا مذاكرة المهم أوكسيبيتو منتل و CT scan هاي الإيميجينج مالتها واضحة التريتمنت مال اوربيتال فلور فراكتشرز طبعا شو وقت نسوي تريتمنت اذا كان عندنا ديبلوبيا شو وقت انه انديكيشن فور تريتمنت طبعا اللي هي سيرجيكال تريتمنت لانه ما عندنا سمي كلوز مثل هيك سيرجيكال اذا كان عندنا ديبلوبيا اذا كان عندنا انوثالموس واضح جدا العين خاسفه زين وسيرجيكال وسيجنيفيكانت اوربيتال ديستوبيا يعني function مال الاوربت يعني الفيجن متاثر زين وراتيف كونتراندينج هاي الانديكيشنز هسه كونتراندينجز اللي هي ريليتيف كونتراندينجز نخاف من الفيجوال امبيرمنت اذا الاوبتيك نيرف راح يتاثر بالسيرجري اذا الاوبتيك نيرف از انفولد ان ذا فراكتشر لاين هاي خطر anticoagulant medication يعني ياخذ anticoagulant زين و patient unconcerned يعني هو المريض ما يريد يتعالج و proptosis يعني راح ينزل الابار اللي تنسدد هذا يسموه proptosis
أيضا طبعا قايل for 7 to 10 days along the time of edema to after 7 to 10 days نسوي إيه حتى ننتظر الأديمة تروح وحتى الإيميجينج يفضل إنه نسوي ورمة تخوف الأديمة لأن يطلع أرضح زين طبعا هو حسب ما بوكيتها أستاذ رجاء الله بكر بالخير أستاذ رجاء هو أبو الأوربيتال فراكشنز أبو الأوربيتال فراكشنز يعني مو بس بالعراق على مستوى عالمي فنقسم التريتمنت إلى أسهلكم إياها إلى أما مش متل مش يعني طبعا تفتح الاكسبوز بالاوربيتال فلور طلع الاوربيتال فلور عن طريق واحدة من الانسجن اللي ذكرناها انفرا اوربيتال سبسيلياري سبكونجكتايفو ترانس كونجكتايفو طلع الاوربيتال فلور تحرر المصل من الاترابمنت المصل الحاشنة تحررها تطلعها وبعدين الريكونستراكت الاوربيتال فلور تبنيها الاوربيتال فلور من جديد خلي بيها إمبلانت. فالإمبلانت أما مش شبكة، فالمش شبكة تدخلها يعني جوا الأيبو وأبوف المنزلر الساينوس اللي هي متل مش أما تيتانيوم مش أو كروم كوبالت مش أو سيليكون إمبلانت أو بونيغرافت زين هي هذه الموست كومن واهمهم هي بونيغرافت مش تيتانيوم مش او كروم كوبالت مش الحديثه هي تيتانيوم مش كريستلز يعني والكريستلز بقت هذه لا مو كريستلز سيليكون امبلانت اللي يسموها سي الاستيك امبلانت نفس السيليكون فبوني اما مش او سي الاستيك امبلانت أو bone graft. كل واحدة طبعاً لها indication. زين. هسا عرفتوا شلون؟ أما تخلوا لها bone graft أو titanium mesh أو elastic implant اللي هي نفس السيليكون بالضبط. جوا الأوربيتال جوا الأيبول فوق المزيلا سايبس. complications مع هذا التريتمنت. ما يأكل يعني هاي complications مو أكيد يعني ما يأكل retrobulbar hemorrhage هذا يمكن خلف العين أي بالضبط وهذا يصير hemorrhage يعني خلف العين وهذا في emergency condition لأنه blood will accumulate and will cause pressure on the optic nerve أيضا في emergency treatment يعني retrobulbar hemorrhage يعتبر emergency treatment يعني المريض لازم تدخل emergency إذا توفصل blindness وال treatment إنه evacuation of the hemorrhage تفرغ الدم من الجمع حتى ليس pressure عليهم على optic nerve فال complications إنه trouble by hemorrhage ما يكرر ectropion هاي نتيجة للincision هاي مصطلح يسموه ectropion يعني اللي وين يطلع وين يصير خاصة بالسبسيلياري انسجن يعني إذا تفتح انسجن جوا الأيلت وبعدين تخيطه طبعا مو صحيح ولا ما تكمل فطبعا أي انسجن يسوي في سكار أي انسجن يسوي في سكار تيشو السكار إنه هو بيفت قابلية كونتراكشن فالأيلت راح ينجر الأول أيلت ورا ما تخيط وشوي يصير مهما كان خياطك دقيق وناعم وخيط ناعم يصير شو إسكار وما يكوز إكتروبيان يعني الآلي اللي راح ينجر جوا هذا يسموه إكتروبيان ويكون ويصير بالسبسيلياري إنسجن وايري زين بيرزستنت إديما أوف ذا لور آيليد ليش يصير بيرزستنت إديما أوف ذا لور آيليد نتيجة اللنف فلويد أكوميليشن يعني من تفتح إنسجن وهذا تصير الأديمة اللنف أكوميليشن
تصير بال انفرا اوربيتال اكسجين. كل انسجين بديس ادفانتج سبسيدياري يسوي الكتروبيا. الانفرا اوربيتال اثر عليه اي كات اوف لينفيسلز اكو راح يتجمع له. هاي مو شرط تصير بس ما ياكر الكونكيبيجن، فراح يتجمع لينف فلويد باللور ايلين فيصير بيرسيستنت قديمه، بس هي مو مشكله. تقدر بالسنج تسحب يعني مجرد تسوي الايفاكيشن ما يصير. زين بيرسيستنت ان افضل بس اذا ما سويت تعويض صحيح، اذا ما سويت يعني تعويض ريكونستراكشن للفلو صحيحه يصير بيرسيستنت ان افضل ما يصير بيرسيستنت ديبلوبيا اللي هو احنا الغرض مالتنا من التريتمنت نخلص منه نخلص من الديبلوبيا والانفالماس. بس اذا ما سويتها بشكل صحيح تبقى الانفالماس والديبلوبيا. الامبلانت اللي تزرعها اي امبلانت ما يكوز البادي ما يرجكتد. اي امبلانت تزرعها بالبادي مو قلنا سيلاستيك امبلانت او تيتانيوم مش ما يكوز ريجكشن رياكشن يعني قد البادي يفوقها فتطلع الامبلانت. طبعا اذا صار ريجكشن ما راح يصير مشكله انه راح يصير انفكشن وما يكوز اوربيتال ابسس ما اوربيتال ابسس ما يكوز والامبلانت ويل بي ريجكتد اوت اور بودي وين يريد يفوقها تطلع. فطبعا بهيجي حاله هم مو فد مشكله بس مجرد لازم تطلعها الامبلانت وندبل. بس هي تسوي لنا انفكشن تسوي لنا ابسس. داكريوسيستيتس يعني اللاكريمال داكت بي افكتد اذا تضربها او تضربك مشكله. وبلايندنس يعني لا سمح الله اذا سويت مشكله بالهاي فهي طبعا عمليه مو سهله. وايضا عندي صوره مع العمليه من اريد اشوفكم اياها بعدين ان شاء الله. خلصت الاوربيتال فلور فراكشرز واضحه؟ وقت النيزل بون فراكشرز اللي هو ايضا احنا قلنا النيزل بون هو ون اوف ذا بونز اوف ذا ميدل ثيرد مو صحيح حددناه. النيزل بون هو النيزل فراكشرز هو الكومنست فراكشرز بالميدل ثيرد او ذا ميدل ثيرد فراكشرز. كومنست فراكشرز اوف ذا ميدل ثيرد فراكشرز هو النيزل فراكشرز. بينما الكومنست فراكشرز اوف ذا فيس از هول قلنا اياهم المندبل. بينما الكومنست فراكشرز اوف ذا ميدل ثيرد اونلي هو شنو؟ النيزل فراكشرز. اكو سبب ليش؟ لانه النيزل بون prominent بارز وهو has little protection and support فهو دائما يتعرض الى وايد فراكتشر. وايضا الفيميلز وربات البيوت عندهم يجون وايد نيزل فراكتشرز. انا بدي احكي لك يعني اي بالمستشفى من شنو نداوم لسببين فور المشاكل. اولا quarrels with the husband مشاكل عائلية وايد يجون يعني خطر واي وأول ما يضربوا على الخشب ليش ما تدري؟ وأنا أقول لك كان يكسر الخشب يعني فعل يعني نظريا وفعليا معنويا طبق مدني إي معنويا وفعليا. إحنا طبعا مو دنعيد أخاف واحد أكيد مو دنعيد لا بالعكس إي عفوا لا إحنا أبدا ما نعيد هذا الشيء ونستنكره ونجينه بس انا احكي لك يعني الواقع العملي فهواي تجيني فايت وكوارلز وذ هازمنت ومشاكل. والشغله الثانيه بالهاوس ورك قطيعه يعني اعمال المنزل تزلك اي فمثلا هواي يجون دول عندهم المجمدات مو تفتح الباب طالع مثلا شغلات من الفلتور قاعد عليه. المهم يعني هذا احكي لك الكوز هو ان شاء الله. هنا قايل النيزل بونز فراكتشرز هم انا كان بي كلاسيفايد الليفل اوف فراكتشر 3 بلينز. الفيرست بلين اللي هو طبعا يقول لك سوبيريورلي يكون البون ثيك النيزل بون وكل ما امتدينا انفيريورلي يبدي يصير ديليكيت النيزل بون. فالفراكشرز وين تكون مور كومن بالديليكيت بارت اللي هي باللور ليفل. ريرلي تشوفين فراكشر فوق بالنيزل بون جوا. فثري ليفلز اللي هي النيزل تيب والسكند بلين
ال whole of the external nodes يعني anteriorly the orbital ring. خلينا نقول middle third أو middle level. والthird plane اللي هو upper level وما involve the medial wall of the orbit. طبعاً هذا سبير تروما يعني بالRTI سبير بالوار إنجريز زين. وهي يسموها part of the naso orbital ethmoid fractures. Naso orbital ethmoid. الكيميكال فيتشرز هم يعني كالعادة. قديمة. عفية. Circum orbital ecchymosis, subconjunctival hemorrhage. Deviation. Deviation طبعاً هذا بالضبط of the nose. Epistaxis. زين. إذا كانت التروما لاترالي يسوي ديفيشن، إذا كانت التروما انتيريا يسوي سدل نوز يعني النوز يخسر، واضح؟ أما إذا كانت التروما انتيريا يسوي سدل نوز، وإذا كانت لاترالي يسوي ديفيشن، وطبعا كذلك أبستاكس. إن شاء الله راح تخلص. عندنا هاي نقطة مهمة. نقطة مهمة. من يجي نيزل فراكتشر ايضا اكو امرجنسي كونديشن بي يعني الايروي لا هنا انا بالازوليتد نيزل فراكتشر اذا النوز ينظر المريض يتنفس من هنجر فالايروي ما بيوصل اكو فد امرجنسي كونديشن بالنيزل فراكتشرز ماست بي اكسكلودد يعني تتاكد انه ماكو هذا الشيء صاير يعني إذا أكو هذا الشيء صاير it should be treated as an emergency. هذا الكونديشن هو septal hematoma. septal hematoma شوفوا. septal hematoma. يعني من يجي مريض عنده nasal fracture أول ما تباوع على septal hematoma. يعني إذا أكو septal hematoma لازم رأساً تدخله تسوي هم evacuation. اللي هو hematoma collection of blood between the skin and septum. يتجمع blood must be evacuated. ليش؟ لأن هذا يسوي perforation على septum. The blood accumulated. Perforation على septum. و persistent perforation إذا استمر يسوي necrosis على septum. ومن يصير necrosis على septum perforation septum. So perforation and communication with the two nasal cavities. Can you push it on? But if there is a septal hematoma, it should be evacuated. It should be evacuated. And like other clinical feature obstruction, if there is a blood or clot, or the result of edema or the congestion. The imaging. طبعا الايمجينج مال النيزل فراكتشر هي اللاترال راديوغراف ترو لاترال راديوغراف تكتب له المريض ترو لاترال راديوغراف فيو يعني فيلم منه والكون منه ترو لاترال وذات يعني امبوليشن فيسموها ترو لاترال ويطلع النيزل بون يطلع النيزل بون تشوفه اذا اكو بي فراكتشر او لا وكذلك سي تي سكان التريتمنت طبعا مال السبتال هيماتوما اللي هو ايضا evacuated اكو اداة تسموها speculum اللي تفتح النوستر يعني تفتح فتحة الان وباللايت تشوف اذا اكو سبتال هيماتوما او نوت اذا اكو سبتال هيماتوما مجرد تفتح السجن حتى تخلي البلد to be evacuated طبعا under topical or local anesthesia زين. If it is untreated, إذا عفتها. It can become infected. يعني any hematoma, any blood collection, it will be susceptible to infection. فإذا قدرت تفرغ. إذا ما قدرت تفرغ تبطي لازم cover of antibiotic. يعني any hematoma, it will be susceptible to infection. فإذا it is left untreated, it can become infected or abscess
ودارس زمان ما يريش يعني انتراكرينيال لكن هذا رير. لكنه الموست كومن ريزلت هو شنو قلنا نكروسز نكروسز with loss of cartilage septum as mentioned شو قلنا ما قلت لكم septum perforation ينزل في septum. طبعا the vast majority of nasal fractures close manipulation بالإيد يعني أنا أدخله طبعا GI و يعني painful بس كنت أشوف وين أنا يعني يجون بال ENT كنت أروح لهم وأقعد بالاستشارية بيده يراجع هي عطة واحدة ويقول له روح. ما يثبت الدكتور شيء؟ حتى ما يثبت والله بس هو لازم يعني يفضل أنه simple splinting يعني جبيرة يسموه T shape splinting. هاي جبسون اللي يستخدموها جبسون نقصها على شكل تي شيب حتى تثبتها منها وبعدين ننزلها على النوز افتر ريدكشن. ريدكشن اللي هو باي ويلشا فورسبس فت فورسبس خاصه هي هذا اسمها ويلشا فورسبس فت فورسبس خاصه تو سايز اوف نيزل بونز ايضا تقدرون تشوفوه باليوتيوب زين. اكو نقطة انه النيزل فراكشر either treated immediately within 6 hours يعني اذا جاك خلال 6 ساعات مبروك قبل 6 ساعات تقدر تسوي له دخلة ريدكشن و بلاستر اوف باريس بي او بي بلاستر اوف باريس تسوي على شكل تي شي وتخليها اذا عمرت 6 hours تنتظر ورا 1 week يلا اتعالج اذا عبر لازم انتظر يعني لازم انتظر؟ لا اذا هو اجاك عبر 6 ساعات أيه. اذا اجاك استوى مضغوط within 6 hours immediately you can treat it. اذا عبرت 6 hours تأجله after one week لان راح يصير اديمه سفير اديمه فتنتظر الى ان الاديمه تخف وتنتهي يلا شنو؟ تسوي له التريتمنت. واحدة من المشاكل مال هاي البلاستر اوف باريس انه مو تسوي له شيء انه ورا يوم ثلاثة راح تبدي ترخى لان الاديمة تقل مال النوز اي هاي مشكلة تبدي الاديمة تقل فتعيد الهلال تبدي ترخى الاديمة تقل فلازم تسوي له واحدة جديدة. هذا هو الكلوز ريدكشن انه تصير تعدله بالولسان فورسس وتخلي له بي او بي. واكو الاوبن ريدكشن نفس الشيء تفتح من على النيزل تنسجن وتخلي له بليتات. طبعا هاي بليتات اكو مايكرو بليت تصير ناعمه جدا مايكرو بليت واكو ريزوربابل بليت انه تخليه بليت ريزوربابل اي اكو ريزوربابل بليت بعدين الجسم يمتصن. هاي خلصت النيزل فراكشرز الحمد لله خلصت المحاضرة. هسه رجعنا الى المربع رجعنا للمربع الاول شلون هذول يقول لك راح نرجع العملية السياسية راح ترجع للمربع الاول هسه احنا خايفين راح نرجع للمربع الاول وكل هالهوسه وكل شيء ما نحصل. فهسه رجعنا للمربع الاول راح يقول لك هم راح يحكي بشكل عام الكومبليكيشنز اوف ميدل ثيرد كلها complications. فأكو early complications اللي يعني اللي تحصل at once epistaxis epistaxis. طبعا شلون نعالج الepistaxis back الباك اللي شو الباك اللي قلنا عليه عفوا يسموه anterior nasal back epistaxis عند الابستاكسس هواية مدى يوقف. طبعا هو أول مجر أبسط مجر هو تضغط على النوز بصابعه تضغط على النوز تبقى مدى 3 دقائق وهذا الضغط قوي. Any bleeding أول principle لمعالجة any bleeding هو pressure. أكبر bleeding بالبدي بس مو يعني كلش بليدر القوي الارتر الكبير بس عندنا مثلا الفيشل ارتر كبرى الفيشل ارتر بالبرشر يوقف. فأبيستاكسس
أول شيء تقدر يعني مجرد تضغط عليه بأصابعك وقف كان فيها ما وقف سوي له باكينج anterior nasal plug. Nasal plug عندنا two types anterior and posterior. إذا كان posterior nasal bleeding ده يذهب من وراء ينزل على الفارنكس يعني ده بالعد هذا ينزل من وراء بالفارنكس بالنيزو فارنكس بعدين ينزل يبن على المريض يطلع البلط ماذا تشوف ده يذهب البلط ما تشوفه أنت تفتح عنده وتشوف ينزل من وراء بليدر ولا لا فهذه شيء يسمون posterior nasal bleeding يسوي ده posterior nasal plug. هاي anterior nasal plug سهل مجرد تتحس خشمه الجوز فقال الابستاكسس الاوفثالمو كومبليكيشنز الاوفثالمو كومبليكيشنز اللي هي نتيجة لل احنا قلنا هاي الميدل ثيرد كومبلكس ان جنرال قلنا اكو اول كومبليكيشن امرجنسي اللي هو تروبل بار هيموريج هذا لازم بي ساينز وسيمتومز وبي دايجنوسيس اهم نقطتين بي هاي هنا ساينز اند سيمتومز بالضبط ودي احكي عليه اياتي انه يكون البلوت سبلاي الاوبتيك نيرف هو بي ديمنشت هو بي افكتد فهاي خطره يعني ما اذا فتزلف انت ديت ويل ليد تو شنو بلايندنس وهذا ريكواير ايميديت مانجمنت طبعا الريتروبل بار هيموريج مانجمنت مالته اكو تنقسم تو تايبس حسب السيفيريتي وحسب الديسيجن اوف ذا اوبريتور اما ميديكال مانجمنت او سيرجيكال مانجمنت medical management يعطي steroids cortical steroids at large dose والسيرجيكال management هي open and evacuate the blood signs and symptoms أهم شيء pain severe pain طبعا هو rare condition يعني مو عبارة comfort common condition لا rare بس ال signs and symptoms مرتين pain severe pain بالايبول severe pain decreasing the visual acuity يعني فعالية البصر تبدا تقل اللي هو طبعا وين يصير trouble بار هيموريج يعني بالاوربيتال تروما مو صحيح الاوربيتال تروما اللي احنا قلنا دائما اسوشيتد وذ ديبلوبيا والافثالموس مو صحيح اذا اكو فراكشرات اذا اكو هذه مو صحيح نعم يعني من تجيك فراكشرات بين ديبلوبيا وافثالمو افثالموبليجيا افثالموبليجيا يعني paralysis of eye movement. ارتجاف على ارتجاف؟ لا paralysis بعد ما تتحرك. تجمد. eye movement تجمد. وبروبتوسس أيضا تطلع eye ball. أكو عندنا ptosis وبروبتوسس. eye proptosis مهمة. تطلع eye ball. يعني تطلع هنا أنت. واحدة normal واحدة. واحدة تطلع ليش؟ لأن بلاد يتجمع لي وراء بلاد يتجمع خلف العين فيدفعها لي قدام يعني مش نوع يسموه بروبتوسس أهم شيء pain severe pain وبروبتوسس تطلع الايبول وطبعا شنو تبين هي طبعا dilated pupil pupil dilated ophthalmoplegia مثل ما قلنا العين تجمد المهمة و loss of direct light reflex يعني تسلط عليه eye the pupil would not be constricted و definitive diagnosis by two tests CT scan راح تشوف انه اكو فت collection of blood خلف ال eye بس CT بين مارجن بالاكسيال سكشن اللي هو هيج راح تشوف تطلع الايبول راح تطلع طالع لي قدام واكو خلفها شنو فلويد كولكشن اللي هو بلاد والتست الثاني فاندوسكوب شنو يعني فاندوسكوب لا فاندوسكوب يعني ناظر مال العين دول يشوفون العين فاندوسكوب باي تو ذيس تست this condition will be
diagnosed definitely. The treatment, أشوف هنا قلنا عندنا medical treatment مثل ما قلت لكم. عندنا medical treatment وعندنا surgical treatment. المانيتور صحيح. المانيتور بالضبط. هذا المانيتور شنو المانيتور؟ مانيتول هاي تحبوها مهمة جدا. هاي فقرة كل عليها تحبوها. الدوزز مالته لازم تنحفظ. الأرقام هاي الدوزز مال هاي الأرقام okay. بهاي الفقرة تنحفظ لأنها تجعل لكم أسئلة. الميديكال تريتمنت ثلاث شغلات: مانيتول وأسيتوزلاماي ودكسا ميثازون اللي هو ستيرويد. مانيتول، أسيتازولاماي، ودكساميثازون. المانيتول هو فد كولويد. تذكرون كنتم ممكن قارئة قريتوها ولا إن كولويد وكريستالويد. ما بيكون قريتها ما دريتها ما بيك. هو فد كولويد. أنت أخذناها المائية وال. عفية. بأول لكتشر. عفية بأول لكتشر ده قولي. مانيتول وكولويد. هذا يستخدموه ب طبعا سيف دوز اللي هو 20% اكثر من 20% يكون دينجرس دوز 20% من التول هاي مو ما يزيد عن 20% 1 جرام بير كيلوغرام 20% من التول 1 جرام بير كيلوغرام وزن 70 وتركيزه 20% هذا شو يسوي؟ يسوي ديكريس الانترا اوكيلار بريشر وديكريس الانترا كرانيال بريشر انترا اوكيلار بريشر وانترا كرانيال بريشر اثنيناتهم يقلل الانترا اوكيلا وانترا كرانيال بريشر فيستخدموه كذلك المانيتول بالسي بي اي يعني جلطات الدمار جلطات الدمار هيد انجريز من يزيد الانترا كرانيال بريشر بالبرين كونكوجن ارتجاج الدمار يزيد الانترا كرانيال بريشر فيستخدمون المانيتول والاسيتوزانامايد اللي يستخدموه بالجلوكوما يعني مي العين ونفس الأسيتوزلاماييد هذا يستخدموه أيضا للطي تريتمنت بالسي اس اف ليك وكذلك قلنا شنو الدكساميثازون كلها هدفها نقلل الأديمة والبرشر كلها نقلل الأديمة الانترا اوكيلر أديمة عن برشر زين هذا الميديكال تريتمنت والسيرجيكال تريتمنت اللي هي تفريغ الهيماتوما تفرغ الهيماتوما من تفرغ الهيماتوما راح يسوي ديكومبريشن يعني تقلل البريشر ديكومبرس ذا اوربت طبعا هذه شلون نفتحها لاترال كونتاكتومي اتمنى لاترال كونتاكتومي تفتحها هاي مال احنا يعني بصراحه ما نسويها هذول اهل العلوم يستخدموها بس هم يفتحون اللاترال كونتاكتومي بعدين اللاترال كونتاكتومي يقصوه هي فد عملية يعني مزعجة يعني مقرفة وبعدين يفوتون بين الاي بول وبين اللاترال وول فد ارتري ناعم وبعدين اكو اوربيتال سبتم هم يقصوه وبلاوة زين فهذي ثرو اللاترال كونتاكتومي يقصوها وشارب سيزرز بعدين سمول سوفت درين وذ ريبير اوف انسيجن بيرفورم انزين المهم يفوتون جوا حتى يفرغون البلد كولكشن هاي كلها دا يحكي عن ترابل بار هيموريج اللي هي واحده من الكومبليكيشنز ما قلناها اذر كومبليكيشن بلايندنس ديو تو انجري للاوبتيك نيرف الكورنيا هم انا ما بي افكتد اذا صارت في التروما للعاي زين
كلها early complications اللي هو ركز من شغلتين epistaxis و eye complications بال early complications epistaxis و eye complications. The eye complications اللي هي قلنا trouble body hemorrhage, blindness, abrasion of cornea يعني cornea تتجرح, inaccurate reduction و nerve damage. I could have early complications. Late complications, non-union, إذا عفتها non-treated, mal-union يلحم بالسعوج إذا سويت treatment خطأ, وكل الفيشل فراكشنز, non-union أو delayed union, mal-union يلحم بالسعوج, ومن يلحم بالسعوج أكو مشاكل راح يصير mal-occlusion, زين؟ residual ophthalmic complications يعني ophthalmic complications راح تستمر على المدى البعيد اللي تشمل ophthalmos و diplopia إذا ما صلحتها أو صلحتها بشكل خاطئ مو صحيح. الاسكلتين مال الأوربت deformity إذا همينه تركته أو ما صلحته. nerve damage للoculomotor nerve abducens nerve, nerve damage للglobe itself supporting soft tissues. I could have late complications. أيضا the late complications يشمل قلنا delayed union, non-union, mal-union, وأيضا late complications للآي نفسها, وأكو complication associated with sinuses, comminution of the paranasal sinuses, لأن الوال مال السينسز رقيقة جدا خاصة المجلر السينس والفرونتال سينس الانتيريور تيبل مال frontal sinus, the anterior table or posterior table. As it. What's the complication? The lacrimal system, I have minimum, I'm going to finish. The lacrimal system, يعني lacrimal duct, يصير بيها أما cut or obstruction. Lacrimal duct, يصير بيها أما cut, finger cut, or obstruction, تنسب نتيجة الفايبروسيس. ما راح يصير secretion, tear secretion, ما راح ينزل, راح يتجمع بالآي, أيضا راح يسوين increase بالintraocular pressure, وأيضا راح يؤدي بالنتيجة إلى glaucoma ومشاكل أخرى. loss of sensation يعني إذا nerve damage للinfraorbital nerve, ما infraorbital any sensory nerve damage يسوينا مشاكل بالsensation. زين. وإذا سوينا internal fixation أيضا the plates أو الوايرز بدنا نخلي بليتات أيضا تعتبر foreign bodies إذا كانت disinfected إذا كانت وسخة خاصة إذا ما متعقمة زين أو الموند تلوث أثناء العملية أو استخدمت أدوات مو نظيفة فإت may be infected البليت نفسها راح يصير infection ويسوي abscess وبهالحالة أيضا لازم تفتح مرة لخ وتشيل هالدبها وخلصت. الله يسعدكم والله. هي محاضرة طويلة. حاولت أبسط لكم إياها يعني قدر الإمكان.